مساء الخير. النهارده وانا بتابع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعين مهمين جدا في مجمع الصناعات الكيماويه في ابو رواش، الحقيقه توقفت عند كلامه في موضوع ممكن يبان للوهله الاولى انه بعيد تماما عن الانجاز الكبير بافتتاح مصنع الغازات الطبيه والصناعيه ومحطه توليد الطاقه الثلاثيه، لكن الحقيقة اكتشفت أنه كلام الرئيس عن مشروع قانون الأحوال الشخصية جديد وهو بيفتتح مشروع صناعي قومي جديد هو في الأساس تجسيد لرؤية واحدة، رؤية بتربط عملية التنمية والبناء والتعمير ببناء المجتمع نفسه، ببناء الإنسان المصري، ولأن الأسرة هي نواة المجتمع كله. فكان كلام الرئيس النهاردة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية متسق تماما مع افتتاح مشاريع جديدة، ويعني هذه المشاريع جوه واحدة من أهم قلاع الصناعة المصرية. الرئيس السيسي لما اتكلم عن ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد قال إنه لازم هذا القانون يكون مطروح للحوار المجتمعي قبل موافقة البرلمان عليه. الرئيس النهاردة ما كانش بس بيتكلم عن قانون طال انتظاره، لكنه كان بيتكلم عن قانون متوازن له هدف واحد وهو مراعاة مصلحة الأسرة المصرية وأبنائها. هنا الرئيس اتكلم عن الدين واتكلم عن العلم، اتكلم عن الدين وعن العلم ودورهم في هذا القانون من خلال رؤية هدفها مصلحة الناس، وقال إنه الدين الحقيقي له نظم، والدولة اللي ما تعملش نظم تحقق مقاصد الدين يبقى عندها خلل. الرئيس أكد إنه مسؤولية الدولة إنها تحقق مقاصد الدين، عشان كده اتكلم عن مساهمة الدولة في صندوق لرعاية الأسرة. هذا الصندوق هدفه حل مشاكل كتير بتحصل بعد عملية الطلاق، وطبعا أهم الأهداف لهذا الصندوق حماية حقوق أطفال مصر. لما اتكلم عن إجراءات الكشف الطبي كمان قبل الجواز عبر بوضوح عن أهمية دور العلم في حياتنا، وإزاي أننا لازم نعتمد على العلم في سلامة عقود الجواز. الحقيقة دي من أهم الأفكار اللي طرحها الرئيس النهاردة، لأنه من خلالها حدد بوضوح دور العلم والدين في حياة الناس. دور متكامل مفيش فيه أي تعارض، هذا الدور بيتحرك في اتجاه واحد بتحدده بوصلة واحدة، وهي بوصلة تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع. والحقيقة تطبيق هذه الرؤية مهم جدا، مش بس في قانون الأحوال الشخصية لكن في كل مجالات الحياة في مصر، لأنها رؤية بتجمع ما بين العلم وبين مقاصد الدين وجوهره مش شكلياته ومظهره. هذه الرؤية هي الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة، مصر جديدة. أهلا بيكم. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاوب على تساؤلات مهمة كانت تشغل بال الرأي العام في الأيام الأخيرة. تصريحات الرئيس السيسي عن هذه التساؤلات كانت في مداخلة خلال افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في مجمع الصناعات الكيماوية في أبو رواش. الرئيس اتكلم في البداية عن أهمية مصنع الغازات الطبية في توفير احتياجاتنا، خصوصا في وجود حالة عدم استقرار في العالم، وقال هنا إنه الدولة المصرية بتتجه لإنتاج المواد اللي بنستوردها من الخارج. وعن موضوع الغلاء الرئيس قال إنه لولا تدخل الدولة كانت أسعار السلع الغذائية هتوصل يمكن لثلاث أضعاف سعرها دلوقتي، وضرب مثال بأسعار البنزين والكهرباء واللي بتعتبر حاليا أسعار مخفضة بعيدا عن سعرها الحقيقي، وكمان أسعار الغاز اللي بيدخل في صناعة الأسمدة. وقال إنه الغاز لو هيتسعر بالسعر العالمي التمن كان هيبقى حاجة تانية خالص، وإن الوضع لو حصل كان هيرفع أسعار المنتجات الزراعية. الرئيس اتكلم كمان عن موضوع الدولار وعن أهمية إجراءات الدولة المصرية في الإفراج عن البضائع في المواني، وقال إنها خطوة مهمة لتحسين الأوضاع، وأكد كمان إنه الإفراجات بمليارات الدولارات. هنا الرئيس وجه كلامه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقال إنه الناس لازم تشوف حجم السلع اللي هتخرج من المواني في الفترة الجاية، وإن الناس ضروري تعرف بيانات ومعلومات أكتر عن حجم الإفراجات عن السلع في المواني. وعن موضوع الصناديق الرئيس اتكلم عن صندوق في وزارة الصحة والسكان فيه حوالي 70 مليار جنيه مخصصة لمشروع التأمين الصحي الشامل.
هنا الرئيس كان بيشرح ازاي انه وجود هذه الصناديق مهم في البلاد اللي عندها ظروف اقتصادية مش سهلة. ولما اتكلم عن صندوق قناة السويس قال انه الخطأ اللي حصل في هذا الموضوع هو ان المشروع بتاع الصندوق ما ظهرش في الاعلام قبل ما يروح للبرلمان. هنا الرئيس شرح فكرة صندوق تنمية قناة السويس اللي بيعتمد على جزء من ايرادات هيئة القناة، وانه هذه الايرادات هتزيد مع الوقت بالاستثمارات. وقال لو كان هذا الصندوق مثلا موجود من 40 سنة وفي مليار دولار كان زمان هذا الرقم وصل لأضعاف مضاعفة. الرئيس كمان اتكلم عن ملف قانون الأحوال الشخصية الجديد وموضوع صندوق دعم الأسرة اللي بيعتبر فكرة عملية لحل كتير من المشاكل بعد اللي بتحصل يعني بعد الطلاق. هنا كان في معلومة مهمة عن إحصائيات الطلاق في مصر اللي الرئيس قال وأكد إنها أقل بكتير من النسب المعروفة. النهارده الرئيس جاوب على تساؤلات الشارع المصري في موضوعات مهمه، من اول مواجهه الغلاء والاجراءات اللي بتعملها الدوله في موضوع صندوق قناه السويس، واتكلم كمان عن مستقبل الاسره المصريه وقانون الاحوال الشخصيه الجديد. ينضم لنا على التليفون الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. استاذ اكرم اهلا بحضرتك معنا في مصر جديده، وبدايه كيف تقرأ رسائل الرئيس اليوم فيما يخص الحديث عن الإفراج عن السلع من والبضائع من المواني؟ هما تركونين أستاذ أكرم؟ أستاذ أكرم معانا؟ ألو أستاذ أكرم حضرتك سامعني؟ سامعك. طيب خليني أسأل حضرتك أول سؤال مرة تانية، كيف تقرأ الرسائل التي وجهها الرئيس اليوم فيما يتعلق بالإفراج عن البضائع والسلع من المواني؟ الحقيقة الكلام النهارده كله كان مع المواطن بشكل رئيسي، إن الرئيس الدولة بيتابع كل التفاصيل المهمة اللي مرتبطة بحياة الناس بشكل خاص، سواء البضائع الموجودة في المواني يعني الإفراج عنها أو تطوير العمله للمستلزمات، وده مستلزمات الانتاج يعني مصانع بتشتغل لسلع ومنتجاتها تنزل السوق، ده برضه هيزيد الاسعار وفكره السيطره على الاسعار. نعم. واستمرار الاجراءات المختلفه في مواقف الاسواق وغيره، ودي كانت تصريحات مهمه وكان تاكيد لان الرئيس بيتابع بشكل رئيسي كافه التفاصيل الفاتحه والتساؤلات المطروحه الشارع، وكمان الرئيس دائما بيواجه الحكومه والمسؤولين انهم يتيحوا المعلومات بشكل اساسي، يبقى في تفاصيل متاحه امام المواطن عشان ما يبقاش يعني نهج لمنصات او اماكن او بعض الناس اللي بينشروا تفاصيل غير صحيحه. نعم. ده تنفيذ كبير جدا طمأنه، سواء تاثير العمله للاستيراد بالذات خاصه بمستلزمات الانتاج او الافراج عن مستلزمات الانتاج. يعني 5 مليار خلال 23 يوم تم الافراج عن السلع، والحكومه اعلنت ده في تقرير واضح معلوماتي يعني. فده برضه كله بيشير الى انه ما كان مطروح او مشاه ما كانش صحيح تماما، وكان هدف الاشجاع والتردد وانه يحدث الناس. الرئيس حريص جدا على انه يطمئن الناس ان الاوضاع ان الدوله مستمره في اجراءاتها في تنفيذ الاساسيات وتدميره، فبالتالي كانت تكون الحياه كلها مهمه من الدوله مع المواطن، بالاضافه لكلام كتير جدا الحقيقه ومهم فيما يتعلق بالحوارات المجتمعيه وقوانين الاحوال الشخصيه. نقطة مهمة، موضوع قانون الأحوال الشخصية الجديد. الحقيقة يعني النهاردة لقينا الرئيس في وسط كل هذه الأحداث يتحدث عنه، إيه دلالة ده؟ طبعا يعني كان مهم جدا اولا انه يراعي ان هذا القانون يراعي كل التفاصيل، لانه طبيعي القاعده ان الناس تكون طبيعيه وعلاقاتها طبيعيه، الاستثناء ان الناس تلجا للقضاء او يحصل خلاف شديد يؤدي الى طلاق، فكره الطلاق، فكره وجود قابل للتدخل، فكره توحيد جهه القضاء بالنسبه للقضاء المختلفه، فكره بسيطه لاختلاف رابطها لفكره الطلاق دي مهمه، التوثيق مهم، الحوار المجتمعي اللي يبقى فيه خبراء ومحامين واصحاب القضايا وغيره يشتركوا سواء في هذا القانون او في غيره هيبقى مهم جدا، لانه في اراء متعدده
والحقيقه واضح ان الرئيس طلع بشكل تفصيلي عن كافه الاراء اللي طرحت في هذا السياق، وده كلام مهم جدا بيؤكد يعني وجود الرئيس في هذه الصوره، وده قانون او مشروع قانون بيهم كل الناس لانه يهم حياتهم اليوميه، والحياة تترك صندوق رعايه الاسره ده لضمان حق الاطفال، ده اهم نقطه، انه مهما كانت الخلافات يجب ان تكون حقوق الاطفال ومستقبلهم مضمونه. نعم، فيما يتعلق بصندوق قناة السويس، كيف رأيت حديث الرئيس اليوم؟ طبعا فيما يتعلق بصندوق الأسرة ده مهم جدا، لأنه زي ما احنا قلنا بيضمن بشكل رئيسي الأمر. فيما يتعلق بصندوق شركة القناة، الصندوق الخاص ده، أعتقد إنه كان واضح جدا إنه أهمية إنه يتم استغلال أمثل الاستثمار ليه العوائد او الفوائد بالشكل اللي ينميها ويعمل قيمه مضافه، وفي نفس الوقت يوسع فيتعمل استثمارات ويعمل فرص عمل. اعتقد ان دي كلها نقاط في غايه الاهميه، لانها بتوضح وبتزيل اي انتباه خاص بتفاصيل كانت مطروحه في الفترات القادمه وتضع عدم صحتها، وان ده مطروح مبكرا جدا ومطروح في كافه التفاصيل، ان يبقى فيه ضمانات حقيقيه ويبقى فيه توظيف واستثمار حقيقي لهذا الامر. نعم. فدي برضه ده جزء مهم جدا في ازاله الاشتباك وحسم للامر. اشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. طيب واحنا بنك طن ملح طعام تم تخزينها لحجبها عن التداول بالاسواق بالجيزه والشرقيه والمنوفيه لبيعها بازيد من سعرها المتداول. ونجحت الأجهزة الأمنية في إطار استمرار تصديها لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، في ضبط أكثر من 52 طن مواد غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والقليوبية، وضبط أكثر من 22 طن أرز أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالقليوبية والدقهلية لبيعها بأزيد من السعر المتداول. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 120 طن أرز شعير بحوزة اثنين من مالكي مخازن بدون ترخيص لتجارة الحبوب بالدقهلية والشرقية، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 556 طن أعلاف حيوانية وداجنة غير معلن عن أسعارها، وتم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بالجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية. كما نجحت في ضبط 35 طن مواد بناء بالمنوفية والدقهلية تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت في ضبط أكثر من 36 طن أسمدة زراعية تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول بقنا والمنيا. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 8 أطنان جبن أبيض غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة، وضبط أكثر من 77 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالدقهلية والقاهرة والجيزة. واستمرارا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، نجحت في ضبط 210 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية، وتمكنت من ضبط 57 طن ونصف مواد خام ومستلزمات إنتاج بلاستيك غير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع غير مرخص لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالقليوبية، وضبط أكثر من 15 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة المسؤول عن مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية بالقليوبية. النهارده كان في إنسانية من رئيس السيسي بعد افتتاح مجمع الصناعات الكيماوية في أبو رواش، الرئيس وقف مع موكبه لما شاف طريق ست كبيرة قاعدة على الرصيف، الرئيس السيسي نزل للست البسيطة سألها عن أحوالها، عرف منها مشاكلها ووعدها بتنفيذ كل حاجة هي عايزاها وإدى توجيهاته فعلا بتنفيذ كل طلباتها. يا رب يعني مراكبة، يا رب دينا تمنعي، يا رب نوسع لك بس الطريق يا جماعة.
بدالك للنهار والنهار. هنعمل كل حاجة، هنشوف البداية، هنشوف كل، هنعمل كل حاجة. النهارده في تعليمات مشدده من البنك المركزي لكل البنوك المصريه بخصوص التعامل مع بعض الشركات اللي تأسست بره مصر ونشاطها بيضر بالاقتصاد المصري. هذه الشركات بتطلب من البنوك توفير النقد الاجنبي ليها في الخارج رغم انه عندها حصيله ضخمه من العمله الصعبه خارج مصر، والهدف طبعا هو التلاعب بسوق العمله. البنك المركزي قال انه هذه الشركات اسسها بعض الافراد بره مصر على اساس انها شركات وساطة في مجال التصدير والسياحة، لكن الهدف الحقيقي لهذه الشركات هو الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج مصر والتعامل فيه خارج إطار القانون. البنك المركزي أكد أنه هياخد كل الإجراءات اللازمة مع هذه الشركات ومع المساهمين فيها في حالة ثبوت هذا النشاط غير القانوني على أي شركة منها. في نفس الوقت البنك المركزي أكد أنه ما فيش أي مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر أو سرية ودايعهم أو بياناتهم أو تعاملاتهم حسب نص القانون اللي بيقول كده بوضوح: لا يجوز الاطلاع على المعاملات أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد من ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل الأموال أو بعضها أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم. ده القانون اللي بيضمن سرية تعاملات عملاء البنوك، لكن القانون برضه هو اللي هيواجه الشركات اللي بتسحب النقد الأجنبي من البنوك لأغراض التلاعب في سوق العملة. البنك المركزي أكد كمان على أنه هيكون في إجراءات وضوابط بتحظر الإساءة أو إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء اللي بيثبت عدم مغادرتهم للبلاد، خصوصا أنه البنك رصد سحب بعض المواطنين لحوالي 55 مليون دولار يا جماعة خارج مصر ببطاقات الائتمان في يوم واحد الأسبوع اللي فات، رغم أن المواطنين دول موجودين داخل مصر مش مسافرين. طب إيه اللي حصل؟ ده طبعا إساءة لاستخدام تلك البطاقات بشكل واضح وصريح. كمان البنك المركزي أصدر تعليمات مشددة لجميع البنوك المصرية بضرورة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء المتواجدين بالخارج من النقد الأجنبي، خصوصا في أغراض متعلقة بالتعليم بالعلاج من خلال البطاقات البنكية، مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر اللي فات. طيب معانا على تليفون الأستاذ أحمد يعقوب مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول ملف البنوك. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك معانا. النهاردة البنك المركزي بيتصدى لبعض الممارسات غير المشروعة بشأن النقد الأجنبي، إزاي ممكن هذه القرارات تحقق الاستقرار في السوق في الفترة القادمة؟ طيب خلينا نتفق على حاجة، إن الأزمة الاقتصادية العالمية دي أزمة غير مسبوقة وكل دول العالم بتتأثر بيها بلا استثناء. نعم. وانا على مدار الفتره اللي فاتت كان عندي جوله خارجيه في كذا دوله مهمه واقتصاديات كبرى، والحقيقه كل العالم بيعاني من هذه الازمه الاقتصاديه. طيب هنا في شقين للتعامل مع هذه الازمه داخل مصر، شق هو مسؤوليه المواطن وشق ثاني هو مسؤوليه الدوله نفسها ممثله في الحكومه والبنك المركزي المصري. خلينا نقول ان على مدار الفتره اللي فاتت الدوله بتضع حزمة من الإجراءات المهمة لزيادة موارد النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة. موارد النقد الأجنبي خمسة رئيسية: الصادرات بتدر إيرادات ب 45 مليار دولار سنويا، وعندنا قناة السويس إيراداتها 8 مليار دولار وهي إيرادات استثنائية لأول مرة تتحقق في تاريخ قناة السويس. والحاجة الثالثة تحويلات المصريين العاملين بالخارج اللي هم 10 مليون مصري اللي بيشتغلوا بره، وده بتدر إيرادات 32 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وكمان قطاع السياحة. دول الخمس مصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.
اللي حصل الفترة اللي فاتت بالتوازي مع خطة زيادة الموارد، يعني جذر المشكلة دايما بندور على الروت كوز او جذر المشكلة فين. جذر المشكلة هو ازاي نزود الموارد دي، والحكومة بتعمل على خطة مهمة جدا على مدار الشهور المقبلة هيتم تنفيذها. طيب الحاجة الثانية المهمة هي ترشيد استخدامات النقد الاجنبي، ده اللي البنك المركزي عمل الاجراءات الخاصة به على مدار الفترة من اول ديسمبر اللي فات لديسمبر الحالي للفترة اللي فاتت. على مدار الايام اللي فاتت حصل في اساءة استخدام بطاقات البنوك. احنا عندنا بطاقات في ناس لسه كنت بقول، والظاهرة دي على فكرة هي موجودة احيانا، يعني فكرة ان انا بقى مش موجودة برا مصر وبدي بطاقتي لحد وقاعد بيسحب لغاية ما يصفرها. هو 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 اصلا ايه اللي يعني ايه اللي بيمنع لو مثلا واحده مديه لبنتها، ولا واحد مدي لابنه، ولا حد مدي لواحد صاحبه البطاقه دي، البنك عادي لما يسحب منه مش في كاميرات وفي يعني امضى لازم تتعمل من صاحب البطاقه اللي بيتم السحب بيها، ولا ده شيء عادي ممكن يحصل؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا عشان كده قلت في دور للدوله والدور الثاني للمواطن عن طريق الوعي باهميه المرحله دي، ان انت عليك دور كمواطن ان يبقى في التزام بالقوانين والتزام بكل القواعد اللي موجوده في البنوك المصريه. انت دلوقتي لو مسافر بره مصر فانت مسافر لغرض. البنك المركزي ادى تعليمات مهمه جدا للبنوك الى ان الاولويه هي السفر للعلاج والتعليم، تمام، يعني توفير النقد الاجنبي للقطاعات دي. ولكن انت مواطن موجود في مصر، ليه بتدي الكارت الخصم او كارت الائتمان بتاعك؟ طب هو ده اصلا ممنوع؟ هو ده في العادي ده ممنوع؟ يعني لو واحد ابنه مسافر، لو واحد ابنه مسافر يتفسح مع اصحابه، مش هقول دراسه او هقول للعلاج، من حق المواطن ده يدي الكارت لابنه ولا مش من حقه؟ لا طبعا الكارت ده شخصي، والكارت ده بيبقى فيه قائمه شروط واحكام بيتم التوقيع عليها مع اصدار هذا الكارت من البنك. عندنا في مصر 38 بنك، اي حد بيتعامل مع بنك بيبقى فيه علشان يطلع كريدت كارد او كارت ائتمان او ديبت كارد او كارت خصم، ده بيبقى فيه قائمه شروط واحكام. ده حضرتك عارف احنا بنمضي على الورق ده من غير ما بنقرا كل التفاصيل، التفاصيل دي بتبقى موجوده بخط صغير كده محدش بيقراها. دي يا استاذه انجي نقطه الاويرنس او الوعي. لازم يبقى يكون المواطن عارف حقه فين، وعارف ان ممكن القانون يبتدي يتطبق عليه لو هو ما عندوش حته الوعي باهميه وخطوره اللي هو بيعمله. انت دلوقتي الكارت ده شخصي ممنوع تديه لحد غير مفوض بالاستخدام ده. طبعا الكور بانكينج سيستم او سيستم البنك نفسه بيعرف اذا كان الكارت ده استخدم خارج مصر او لا، تمام. وبالتالي كان في قرارات مهمه جدا لضوابط خاصه بالعمليه دي، ان هيبتدي يعمل حصر ويشوف على سيستم البنوك مين الناس اللي سافرت بكروت ناس ثانيه، ومين الناس اللي دبرت كمان عمله. يعني في ناس عن طريق شركات الصرافه او عن طريق البنوك المصريه دبرت عمله وهي ما سافرتش، بيبقى عباره عن ايه، هو معاه تاشيره او فيزا شغاله بيقطع فلايت تيكت عن طريق الاونلاين، وبعد كده بيروح ياخد الدولار اللي هو اصلا مش هيسافر بعدين. وبعد كده ده هيبتدي رصد خلال الفتره الماضيه، ويبتدي يتعامل البنك مع الاي سكور او الشركه المصريه للاستعلام الائتماني، ودي عباره عن سيستم رابط البنوك كلها ببعضها، وبيبتدي اي حد اساء استخدام كارت الائتمان او دبر عمله وما سافرش هيتم ابلاغ الجهات طيب المختصه بحاجه زي كده. بالنسبه للي عنده كارت وبيديه مثلا لابنه، بيديه لاخته، بيديه لمامته، وايا كان بيديه لمين علشان يعني لو هو مسافر بره مصر لو احتاجه، في حاجه في البنوك اسمها سبلمنتري كارد، او يعني كارت اضافي، كارت فار اضافي غير الكارت الاساسي بالظبط، ده ممكن بيكون عامله باسم هذا الشخص، ده بيبقى ده الليجل بتاعه او ده الشرعي بتاعه. صحيح، ده ما فيهوش اي مشكله. يعني السبلمنتري كارد ده ما فيهوش اي مشكله، ان انا دلوقتي معايا الكارت ده وبستخدمه. بس في ضوابط تم وضعها على يوم الخميس اللي فات تحديدا من البنوك، ان في حدود للاستخدام، يعني انا اقدر اسحب ما يعادل 2500 جنيه شهريا اللي هي تقريبا 100 دولار اسحب، اللي هو السحب النقدي خارج مصر، ودي ضوابط معظم البنوك. 100 دولار شهريا؟ 100 دولار شهريا ده السحب النقدي من ماكينات الصراف الالي خارج مصر،
لان انا بسحب بعمله البلد اللي انا موجود فيها. يعني انا مثلا موجود في ايطاليا بسحب باليورو، لو موجود في انجلترا بسحب بالجنيه الاسترليني، موجود في الامارات بسحب بالدولار. طب حضرتك عارف 100 دولار شهريا يعني، يعني ده مش هيعمل حاجه؟ لا في حاجه ثانيه، لا في حاجه ثانيه، هو انا مش الاساس بتاعي ان انا بشتري بسحب نقدي. انا في الاوبشن الثاني ان انا استخدم الكارت ده سواء كارت خصم او كارت ائتمان في المشتريات لحد 20,000 جنيه او ما يعادلها بالعملات الاجنبيه، لان زي ما قلت لك كده كل دوله ليها العمله بتاعتها. 20,000 جنيه شهريا. 20,000 جنيه شهريا. ليه بتتحط حاجه زي كده؟ لان ده ترشيد استخدامات النادي الاجنبي، عشان تروح للي حصل على مدار ال 23 يوم اللي فاتوا، افراج عن سلع كانت موجوده في المواني المصريه ب 5 مليار دولار. احنا قلنا خطه لزياده الموارد من ناحيه، والخطه الثانيه بالتوازي معاها هي ترشيد استخدامات النقد الاجنبي. 20,000 جنيه شهريا يعني حوالي 800 دولار تقريبا. واقدر كمان يعني في ناس بتحجز طبعا الاوتيل او بتحجز تذكره الطيران قبلها بشهر، يعني انا مش بحجز في نفس الشهر او قبلها كم يوم، بحجز في الشهر اللي قبلها. بس مش كل الناس يعني بتقدر تكون عندها مواعيدها معروفه من قبل كده، يعني في ناس كتير بتحجز قبلها على طول يعني. بس برضه في شرط مهم جدا في الموضوع، ان اي عميل هو عند البنك بيبقى حاجه اسمها الهيستوريكال ديتا، يعني البيانات التاريخيه بتاعه التعامل. يعني انا السلوك بتاعي لو انا بسافر بشكل منتظم، البنوك عندها مرونه ان هي تحافظ لي على الحد الائتماني بتاع الكارت ده او حد السحب النقدي. يعني انا لو بسافر بشكل منتظم وبصرف، هو دلوقتي حضرتك قلت لي كلمتني على 900 دولار، 100 اخدهم اقدر اسحبهم كاش من الصراف، و 800 دولار او ما يعادل 20,000 جنيه اقدر اسحبهم يعني ادفع بيهم مشتريات يعني. يعني 900 دولار يعني تقريبا يعني. طيب تمام. انا لو انا متعوده اسافر كل شهرين ثلاثه وبصرف اكتر من كده، هل هيبقى في مرونه معايا ولا لا هو انت خلاص ليكي 900 دولار دول؟ دي نقطه غايه في الاهميه. اولا في شريحه كبار العملاء. شريحه كبار العملاء دي عباره عن ان هي معاها كروت الحدود الائتمانيه بتاعتها او الكريدت ليميت بتاعها بيبقى عالي شويه. يعني في كروت بتصل الى حدود ائتمانيه مليون ومليون ونص. بس هو ادى حد اقصى للاستخدام بالنقد الاجنبي في حدود 100,000 جنيه، ده الحد الاقصى لاي كارت بالنسبه لشريحه كبار العملاء. شريحه كبار العملاء دول اللي هم الناس المعتاده السفر بشكل منتظم. والبيانات التاريخيه للتعامل مع هذه الحسابات موجوده عند البنوك، وبالتالي انا بعرف كبنك ان العميل ده بيسافر بشكل منتظم ومن كبار العملاء عندي، بيبقى باين عن طريق البيانات التاريخيه وبديله مرونه ان هو لاي مدى المرونه يعني. برضو هل انا لازم يبقى عندي فيزا كارد بمليون جنيه علشان اقدر اروح اصرف ويبقى عندي مرونه؟ لو انا عندي كارت بالحد الائتماني بتاعه 100,000 جنيه، هو الحد الاقصى 100,000 جنيه. تمام. ولكن لو انا معايا كارت ب 100,000 جنيه، هما ال 100,000 جنيه متحددين. لو انا معايا كارت ب 200,000 جنيه، هما نفس ال 200 ال 100,000 جنيه هما اللي متحددين. يعني هو الحد الاقصى لاستخدام هذا الحد الائتماني بالعمله الاجنبيه ايا كانت الدوله اللي تمام. انا لو الكارت بتاعي ب 100,000 جنيه ومن كبار العملاء ومتعوده اسافر ومصروفاتي باينه كده في الكريدت كارد بتاعت البنك، هقدر برضو وانا مسافره اصرف في حدود ال 100,000 جنيه اللي عندي. تمام ده صح كده؟ تمام كده، اللي هي في حدود تقريبا 3,800 دولار اللي احنا بنتكلم عليها، او ما يعادلها طبعا بعمله البلد اللي انا تمام ده جميل جدا. ده بالنسبه للكريدت كارد. بالنسبه للديبت كارد اللي انا بصرف فيه من فلوسي من الرصيد بتاعي، مش حضرتك كبنك اللي بتسلفني من كريدت كارد، من رصيدي انا ممكن اعمل ايه؟ برضو ليها محددات، والمحددات دي معلنه من البنوك على مدار الفتره اللي فاتت، ومختلفه شويه عن الـ 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 عن الـ عن الكريدت كارد طبعا. ازاي؟ لان انا الديبت كارد ده عباره عن انا بخصم من حسابي، وبالتالي حدود الاستخدام بتاعتها هي موجوده في بطاقات الخصم المباشر، برضو على حسب نوع الكارت، حد السحب النقدي 2500 جنيه، وحد السحب او المشتريات بالعمله الاجنبيه خارج مصر، او المشتريات كمان في جزء ثاني مهم جدا، المشتريات عن طريق الانترنت، لان انا ممكن اكون داخل في موجود في مصر وبشتري حاجه عن طريق الاونلاين خدمه الاونلاين، وبتتشحني من بره، الدفع بيتم بالعمله الاجنبيه. وصل لحدها الاقصى كام؟ هو ال 2500 ده حد السحب النقدي، وحد الاستخدام في المشتريات والمشتريات عبر الانترنت او المشتريات خارج مصر بتصل الى 75,000 جنيه، ده حدها الاقصى. يعني انا اسحب
نقدي من حسابي انا، مش من الكريدت كارد، من حسابي، من فلوسي 2500 جنيه بس، يعني تقريبا 100 دولار. هي نفس المحدد هي نفس المحددات اللي موجوده في البطاقات الائتمانيه الكريدت كارد، ونفس المحددات تقريبا اللي موجوده في الـ هي كروت الخصم، هي يعني متوافقه تماما مع الحد الاقصى برضه. واقدر اشتري ب 75000 جنيه لحد 75000 جنيه، وبرضه بعض يعني بيسموها بطاقات الفي اي بي او البرايفت، ده بتصل الى 100000 جنيه. بس طبعا زي ما قلت لك كده، ان الكريدت ليب او الحد الاقصى بتاعها، لو انا معايا 200000 جنيه في حسابي، هو الحد الاقصى بتاعها 100000 جنيه من بطاقه الخصم او ما يعادلها باي عمله. ايوه، يعني انا لو في البنك في حسابي 200000 جنيه اقدر اصرف كلهم، والحد الاقصى بتاعي 100000 جنيه لو شريحه الكارت بتاعي هي الاعلى في انواع الكروت، لان زي ما قلت لحضرتك كده في حوالي 6 أو 7 انواع من بطاقات الائتمان، وفي نفسها زيها بالظبط بطاقات الخصم. يعني البطاقات الخصم دي بتصل الى الحاجات اللي هم عملاء الويلث او عملاء البرايفت، ده بيبقى واصله ل 100000 جنيه الحد الاقصى بتاعها، حتى لو اضعاف الرقم ده موجود في حسابي. لا، هو بحده الاقصى بالاستخدام في المشتريات او المشتريات خارج مصر او المشتريات اونلاين، تمام، هو 100000 جنيه لاعلى شريحه، تمام. ويقدر يخرج بفلوس كام من المطار؟ لا طبعا، ده بيبقى في ضوابط خاصه بالعمله الاجنبيه. المفروض مسموح في كل مطارات العالم ب 10000 دولار او ما يعادلها، بس لازم تفصح عن هذا المبلغ. كل فرد من الاسره، يعني لو الاب والام والاطفال مسافرين، كل واحد ليهم ليه 10000 دولار؟ لا 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 لا، هو الاجمالي بتاعها، ان الاجمالي بتاع الاسره الواحده هو بيبقى اجمالي الاسره 10000 دولار؟ 10000 دولار كاش. انت دلوقتي انت لو انت مسافر بكاش ليه؟ انت لازم بتفصح عنه، وده على فكره مش قواعد مصريه. ايوه انا عارفه دي قواعد عالميه، انا فاهمه، بس قصدي انت بتفصح عنه، بس من حقك ان شاء الله تكون واخد معاك كاش اي رقم، انت من حقك بس تفصح عنه. من حقك لازم تفصح عنه بنموذج بنموذج كتابي. خارج من مصر تاني، مع عيلته، معاه مثلا زوجته وولاده، ليهم كلهم 10000 دولار؟ كلهم 10000 دولار، لان ده بيبقى اصلا الاساس ان الحمل الكاش في العالم كله تحديدا بالدولار، ده في قواعد متبعه في حاجه زي كده بتبقى 10000 دولار. بس هو كل واحد ليه ذمته الماليه، يعني طب ما هي ممكن تسافر، كل واحد ليه ذمته الماليه، بس هو في النهايه ما هو ممكن هي الست بقى بعد كده تسافر لوحدها، والراجل يسافر لوحده، كل واحد ياخد ال 10 لوحده. بس هو الفكره انت عندك الاوبشن الصح اللي هو التحويل الاموال، اللي هو بالطريقه العاديه عن طريق البنوك نفسها، وبيتاخد عليها العملات بتاعه التحويل او رسوم التحويل الدولي. ما هو الدولي تحويل الفلوس بره مصر، ما هو لازم ابقى عندي حساب بره مصر. او الاساس يا استاذه انجي في حاجه مهمه جدا، ايه الغرض من السفر او ايه الغرض من حمل الكاش؟ ايه الغرض الاساسي؟ يعني انا مسافر دلوقتي بره، يا اما مسافر رحله سياحه، يا اما مسافر رحله شغل، يا اما انا بدرس بره بتعلم، يا اما انا حد مسافر للعلاج، وبالتالي هي دي الانواع الاساسيه. تمام. البنوك عندها اولويه للتدبير وفقا لتعليمات البنك المركزي للعلاج والتعليم. نعم. ده الاساس. ولكن في بعض الحالات انا بناء على التواريخ الخاصه بكل عميل وتعامله مع البنك، نعم، يتم في مرونه في اعطاء النقد الاجنبي، ولكن للغرض الاساسي اللي انا مسافر له. يعني ما ينفعش مثلا في ظروف استثنائيه زي ما قلت لك اللي العالم كله بيمر بيها، ويتم اهدار النقد الاجنبي في حاجات مش اساسيه. تمام. دلوقتي في قائمه اولويات، وهي اللي البنك المركزي ادالها تدبير العمله 5 مليار دولار على مدار الايام الماضيه، وهي ايه؟ الادويه، مستلزمات الانتاج والرو ماتيريالز، المواد الخام بتاعه المصانع، بالاضافه الى المواد الغذائيه، وبالاضافه الى الوقود. تمام. والمنتجات البتروليه، دول الاربع انواع اللي مدينهم اولويه في تدبير العمله. تمام. عشان الافراج على السلع دي بالموانئ. تمام. يعني انا بس يعني عايز اتاكد مع حضرتك، لو ست وجوزها مسافرين الاثنين برضه 10000 دولار بس؟ هو المفروض المبلغ لل 10000 دولار ده بيبقى للناس اللي هي مسافره كاش، ولكن لازم يفصل. طب لو هي سافرت النهارده وهو مسافر بكره، هتقول له لا مراتك كانت مسافره امبارح ومعاها 10000 دولار؟ هو افصاح، هو بيبقى نموذج افصاح موجود في الجمارك، مش ترصد ان انا اخد الكاش اللي معاك. طب والكاش اللي جاي من بره مصر؟ برضه نفس الموضوع، لان حتى لو حضرتك بتسافر في اي مطار في العالم، الديكلاريشن الخاص بالعمله الاجنبيه ده اكتر من 10 لازم اقول. لازم تقولي، وفي نفس الوقت بس اجيب بقى اللي انا عايزاه بقى، مفيش مشكله. مفيش مشكله لو طبعا بصي
هو الحاجة الأساسية الحاجة الأساسية لأي مواطن هو التاريخ بتاعه بيعمل بالنقد الأجنبي إيه؟ يعني هو البنوك عندها آليات، البنوك بالاتفاق طبعا مع الجهات المختصة بيبقى عندها كل البيانات، العميل ده بيتعامل في العملة بشكل عامل إزاي، وده بيتعامل أصلا لو أنا هحول بتبقى في حسابات البنكية وأنا مش هسافر ب10,000 دولار، وأنت عارف حضرتك كويس لما بتسافر بره مصر إن التعامل بالكاش الدولار بمبالغ كبيره ده ممنوع في بعض الدول وممنوع في بعض المدن، ان بيتعامل عن طريق كارت الائتمان او كارت الخاص، او حتى بعض الفئات يعني فئه ال 100 دولار في بعض الاماكن في امريكا نفسها، فامريكا لو ادته 100 دولار كاش بيقعدوا يبصوا فيها ويمشوها على جهاز يشوفوها حقيقيه ولا مزوره. وبالتالي الكونسبت اللي شغال في العالم دلوقتي اسمه الكاشلس سوسايتي، يعني مجتمع لا نقدي، بيقلل التعامل بالنقد او بالكاش وبيزود التعامل بالكروت البنكيه اللي هم الثلاث انواع الرئيسيه، التريد كارد او كارت الائتمان، والديبت كارد الكارت الخاص، او البري بيد كارد اللي هو الكارت المدفوع مقدما اللي هو بيتشحن بمبلغ مالي معين. اشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ احمد يعقوب مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول ملف البنوك. هنتكلم برضو عن الاقتصاد بس اقتصاد الاعياد بقى الايام دي، ومع انه راس السنه قربت بتبدا طبعا الاحتفالات واعياد الكريسماس، وبنشوف الشوارع كلها كده مليانه زينه ومظاهر كتير الاحتفال، مظاهر الاحتفال دي والحاله اللي بنشوفها بتكون سبب في فتح باب رزق للناس، لناس شغالين الشغلانه دي، هو ده الموسم بتاعهم لانهم بيشتغلوا تقريبا من السنه للسنه. تعالوا نشوف صناع الزينه وصناع البهجه واللي بالتاكيد بتعمل كده حاله رواج اقتصادي داخل هذا الوسط. المنتجات اللي بتبقى موجودة طول السنة بتختلف أكيد عن المنتجات اللي بتبقى موجودة في الأعياد والمناسبات، وبما إننا داخلين على أعياد رأس السنة حابب أولاً أقول لكم كل سنة وإنتم طيبين، أما عن ثانياً فيلا بينا نشوف باب الرزق اللي بيتفتح لناس كتير في الأيام دي. عم هيثم قول لي بقى ايه هي الانواع اللي بتتباع في الكريسماس من حيث الورود الشجر؟ الشجر الكريسماس ده بيزرع عندنا في مصر، تمام؟ زي الشجره دي كده، تمام؟ دي ممكن نعمل عليها زينه ونزينها وندخل معاها حاجات لايت وحاجات تانية، وفي بنت الانصر حاجه زي كده دي اسمها بنت الانصر. بنت الانصر دي بتتباع في راس السنه، دي مدتها المده المعينه بتاعتها في راس السنه. ممكن حاجه زي كده بتتباع في راس السنه دي اسمها ده جوري برضك، تمام؟ لها علاقه براس السنه. احنا شفنا الشجر الطبيعي اللي بيتزرع، دلوقتي تعال نشوف يا ترى هنزينه ازاي وبايه. يلا بينا. دايما بشوف شجر الكريسماس متزين بانوار، ايه الانوار المتاحه؟ في انوار كتير متاحه، في اللي هي زي كده اللي هي الكريسماس تري دي، دي زي بالظبط برضه نفس الحكايه شكل الشجره بس طبعا بالنور اللي هي الدي لايتس اللي جواها، وفي منه الابيض وفي منه اللي هو الكالر اللي هو الوان كتير في بعضها، وفي منه اللي هي الستاره اللي بتنزل كده اهوت، في منه اشكال كتير جدا، يعني كل ده صناعه محليه. ايه هدير القطع بقى اللي انا ممكن ازين بيها الشجره؟ القطع اللي انت ممكن تزين زي الكور دي، والكور اللي فوق دي بأحجامها وأشكالها، والنجوم عندك هنا مثلا دي النجمة الكبيرة بتتحط فوق الشجرة، عندك الأنوار الليد، كل حاجة هنا تقريبا لتزيين الشجرة والأجراز وكل الحاجات دي. وصلنا لمحطة حلويات أعياد رأس السنة، يلا بينا. في حلويات معينه بتبقى راس السنه غير الايام العاديه؟ طبعا في عندنا بنعمل على شكل بابا نويل شوكولاته على شكل بابا نويل، وبنعمل منها اشكال كتير، وبنعمل كوكيز على اشكال معينه على شكل شجره الكريسماس. دي عباره عن ايه بقى؟ دي عباره عن حاجه اسمها جزع، دي متعلقه بالكريسماس، دي ما بتتعملش الا في الكريسماس، بتبقى شوكليت بالمكسرات وعليها الاكسسوارات بتاعت ميري كريسماس، وعاملين برضو حاجات زي ممكن الناس تهادي بيها بعض، مج شكله شيك جدا وعليه صوره بابا نويل. فترة أعياد الكريسماس وراس السنة في مصر بتمثل انتعاشة كبيرة لحركة البيع والشراء في الملابس بقى وإشغالات الفنادق والحفلات اللي بيستناها الفنانين من السنة للسنة، يعني بيبقى موسم فرح واحتفالات وكمان باب خير ورواج اقتصادي للكل. عمرو أبو جبل، مصر جديدة، ETC.
ناس كتير بتعتبر مناظر الجليد في دول كتير في العالم يمكن من أجمل المناظر الطبيعية الخلابة، لكن هذا الجمال ممكن يكون ليه وجه آخر مختلف تماما، وجه مرعب للمناخ وهو بيكشر عن أنيابه في فصل الشتاء. في شمال اليابان في مشاهد للجليد الأبيض الجميل بس وراها مآسي كبيرة جدا، لأن نزول التلج بكثافة شديدة اتسبب في وفاة 17 إنسان و90 تانيين تمت إصابتهم. الجليد اتسبب كمان في قطع الكهرباء عن مئات البيوت وقطع الطرق السريعة وتعطيل حركة النقل والمواصلات. وحاليا مطارات اليابان في حالة طوارئ بعد ما في رحلات طيران كتير اتلغت بسبب الظروف الجوية السيئة. يعني الجليد في اليابان اتسبب في خسائر في الأرواح وفي خسائر مادية كبيرة وكمان في تعطيل الحياة تماما في مناطق كتير. لكن معاناة اليابانيين من الجليد أقل ربما من معاناة الأمريكيين، لأنه العواصف الثلجية في أمريكا اتسببت في وفاة 31 شخص، ومن أكثر المناطق اللي اتأثرت بالعواصف الثلجية في أمريكا منطقة بوفالو في ولاية نيويورك اللي عاشت الحياة حالة من الفوضى بسبب العاصفة اللي قالت عنها كيثي هوكل حاكمة ولاية نيويورك إنها من أسوأ العواصف في التاريخ وإنها بتهدد حياة الناس. وبسبب العواصف الثلجية الخطيرة في أمريكا المطارات هناك لغت 1400 رحلة طيران في أقل من 24 ساعة، ده غير مئات الرحلات اللي تأجلت بسبب الظروف الجوية الصعبة اللي بيعيشها حوالي 177 مليون أمريكي، يعني أكتر من نص سكان أمريكا. خبراء الأرصاد هناك بيقولوا إنه العاصفة اللي بتضرب 37 ولاية أمريكية هي الأبرد من 40 سنة، وإنه الأيام الجاية درجات الحرارة هتنزل تحت الصفر في 80% من مساحة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا كل اللي بيحصل في أمريكا وفي اليابان بسبب التلج بيبين لنا بوضوح الوجه الآخر لجمال الطبيعة في زيها الأبيض الناصع اللي يمكن بيخفي تحته أحيانا أزمات ومشاكل ومآسي كتير. طيب بعيدا بقى عن العواصف الثلجية والفريزر اللي فيه ناس عايشة جواه في كتير من دول العالم، جوه مصر بكرة حسب خبراء الطقس هيكون الجو لطيف نهارا على القاهرة الكبرى، على الوجه البحري، على السواحل الشمالية، على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بس طبعا لازم الشتاء يكون ليه بصمته طبعا، يعني لأن الجو هيكون بكرة بالليل برد طبعا على معظم مناطق الجمهورية. لكن اللي دايما بننبه ليه ودايما بنلفت الانتباه ليه موضوع الشبورة اللي بنشوفها الصبح بدري، وخصوصا في الطرق السريعة وطرق السفر. عشان كده لازم اللي سايق عربيته ياخد باله جدا من الشبورة اللي بتقلل مستوى الرؤية. بالنسبة بقى للأمطار، ربما يكون هناك فرصة لبعض الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية على وسط سيناء، وده لأنه المنخفض الجوي اللي أثر على مصر الأيام اللي فاتت اتجه ناحية الشرق، يعني وراح معاه أمطاره اللي هياخدها خارج حدودنا. كمان حسب توقعات هيئة الأرصاد للأيام الجاية الجو مش هيتغير كتير لغاية يوم السبت الجاي، يعني لحد ليلة راس السنة، وبعدها بقى هنشوف السنة الجديدة يا ترى يا هل ترى هتجيب لنا ايه معاها من أحوال جوية وغيرها. إن شاء الله يا رب يكون كله خير. طيب بمناسبة الأحوال الجوية توقفت كده عند فيديوهات جايالنا من الأردن. الحقيقة في النهاردة في الأردن سيول، السيول دي فجأة السياح في أشهر المواقع الأثرية الأردنية، موقع البتراء موقع أثري شهير جدا جدا وجميل جدا في الأردن. أمطار غزيرة جدا تحولت سيول قوية، عشان كده السلطات الأردنية أخلت المنطقة الأثرية تماما من السياح ومن أي زوار علشان تحافظ على سلامتهم. الظروف الجوية في الأردن حاليا تحت تأثير منخفض جوي اتسبب في أمطار غزيرة، هذه الأمطار الغزيرة اتحولت لسيول في بعض المناطق زي محافظة معان، الحقيقة رفعت حالة الطوارئ بعد ما السيول جرفت أتوبيس وثلاثة أصيبوا، اتسببت كمان في غرق بعض البيوت في المنطقة.
النهارده اداره الارصاد الجويه في الاردن حذرت من السيول العنيفه المتوقعه، وقالت انه ده يعني بيحصل نتيجه المنخفض الجوي اللي ابتدى تاثيره على الاردن النهارده الصبح. ربنا يكون في عون الاهل في الاردن، ويعني قلوبنا معكم واتمنى لكم السلامه ان شاء الله. من شوية كنا عرضنا فيديو للسيدة نوال، الرئيس توقف عندها وقابلها، والحقيقة دلوقتي جاءنا هذا الخبر العاجل تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يلبي كافة احتياجات السيدة نوال حسن عقب لقائها مع السيد الرئيس اليوم. في استجابة سريعة توجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لزيارة السيدة نوال المقيمة بمنطقة منشأة ناصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس والذي تصادف تواجدها أثناء مرور سيادته صباح اليوم لافتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات بمحافظة الجيزة في أبو رواش. وتوقف سيادته للحديث معها ووجه بتنفيذ كافة احتياجاتها. وبناء على تكليف سيادته قام التحالف الوطني بزيارة السيدة نوال حسن، حيث تم إهدائها مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية وتقديم دعم نقدي لها من خلال مؤسسة أبو العنين عضو التحالف الوطني، هذا بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع المملوكة للمؤسسة، هذا بالإضافة إلى تحقيق حلمها أيضا لأداء رحلة عمرة وجاري تنسيق كافة إجراءات السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير. عضو التحالف الوطني مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. طيب خلينا نروح لموضوع آخر. ليه النهاردة الناس اهتمت بأحدث فيديو لشيرين وحسام حبيب؟ السؤال ده مهم لشيرين أكتر من أي حد تاني، لأنه في فرق بين اهتمام الجمهور بأخبار الفنان عشان فنه وبين اهتمام الجمهور بفنان لأسباب تانية خالص بيشترك فيها مع أي شخص تاني مشهور لأي سبب بقى إيجابي أو سلبي. الفيديو اللي ظهرت فيه شيرين وهي مبسوطة شوية أو شويتين أو ثلاث شويات وحتة كان معاها فيه جوزها حسام حبيب وبنتها. الفيديو اتصور في أحد ملاهي بيروت وشيرين كانت بترقص على أغانيها بكل سعادة، لكن لما أغنية معينة اشتغلت وهي أغنية آيا ليل بالذات شيرين اتحمست قوي في الرقص الزيادة شوية عن اللزوم. ويمكن حماس شيرين الزايد لأغنية آيا ليل مش بس لأن الأغنية دي كانت سبب شهرتها، شيرين لو تفتكروا يعني كافحت كتير عشان تثبت للجمهور أنها مش مطربة الأغنية الواحدة، لأنه شيرين لسنوات طويلة كان اسمها شيرين آيا ليل، فشيرين كافحت كتير علشان تغير اسمها من شيرين آيا ليل لشيرين عبد الوهاب النجمة اللي قدمت مجموعة كبيرة من الأغاني الناجحة والأغاني المهمة. لكن كفاح شيرين طوال السنوات اللي فاتت عليه النهاردة الحقيقة علامة استفهام مرسومة فوق ترابيزة في ملهى لبناني، لأنه اهتمام الجمهور بشيرين دلوقتي مصدره تاني حياتها الشخصية مش أعمالها الفنية، والنوع ده من الاهتمام بيها كشخصية مشهورة وبس هو جرس إنذار للمرة المليون لشيرين بقى، شيرين الفنانة بقى إنها تفوق بقى شوية، لأنه الشهرة مش بتكون دايما الدليل على النجاح الفني. عشان كده مهم جدا إن شيرين اللي المفروض إنها بتستعد لأحدث حفلاتها في الكويت يوم 12 يناير الجاي إنها ترجع بقى لعقلها وترجع لرشدها وترجع لجمهورها بالطريقة اللي هو بيحبها بيها، ترجع لفنها عشان جمهورها اللي هو بيحبها جدا بيبقى مبسوط جدا وهي بتقدم حفلة جديدة ناجحة وهي بتقدم أغنية جديدة ناجحة، وما بيبقاش مبسوط خالص وتفاصيل حياتها الشخصية طالعة كده على الملأ بطريقة مش لائقة بفنانة مصرية كبيرة، ومش مبسوط خالص بطريقة تعاملها مع أزماتها الخاصة زي ما هي كده النهاردة كانت مبسوطة جدا جدا قوي زيادة عن اللزوم في الفيديو ده. ضروري بس ان احنا نفكر شيرين انه الجمهور اللي عمل شهرتك من اول آيا ليل
وهو اللي حول شيرين من شيرين ايا ليل لشيرين المطربة الكبيرة من مطربات الصف الأول في مصر. الجمهور ده عايز فن شيرين، مش عايز فيديوهات جديدة لشيرين، فيديوهات تفتح باب القيل والقال عن حياتها الشخصية، فيديوهات بتشوش على فنها اللي الحقيقة بقى في الفترة الأخيرة على هامش اهتمامات شيرين. فوق يا شيرين. طيب، بمناسبة حديثنا عن الفن والفنانين، أكيد لاعبي الكورة وحياتهم الشخصية ليست بعيدة عن اهتمام الناس زيهم زي أخبار الفن والفنانين. طبعا لما بندخل على المواسم بتاعة الأعياد بقى، كريسمس وراس السنة والكلام ده، الناس برة متعودة إنها تهادي بعض، متعودة تجيب لبعض هدايا بمناسبة الكريسمس وبمناسبة راس السنة. طيب، الفترة اللي فاتت ونحن كنا كلنا عايشين أجواء كأس العالم، وكان يعني كريستيانو رونالدو يعني عايشين معاه كده، وهو وجورجينا رودريجس خطيبته بقى أو رفيق الدرب أيا كان هو معتبرها إيه، وشفنا قد إيه كانت بتحميله وبتدافع عنه وبتعلق كتير على المدرب بتاعه وقراراته، وكانت زعلانة جدا منه وزعلانة من الانتقادات اللي وجهت لرونالدو. الحقيقة جورجينا عشان حاسة بأزمة رونالدو بعد كأس العالم، وانه شايفة ان هو دلوقتي ربما يكون بيواجه مصير مجهول في كرة القدم، فقررت يعني ايه تظبطه شوية، قررت انها تهديه بهدية تفرح قلبه كده وتبسطه. الهدية كانت عبارة عن رولز رويس فاخرة من نوع فانتوم. العربية دي تمنها 7,500,000 جنيه مصري، طبعا من غير الجمارك. الست عايزة تفرحه بأكبر حاجة ممكنة، مفيش حاجة تفرحه بيها أكتر يمكن من العربيات، لأنه بيحب العربيات جدا، لأنه الهدية دي قيمتها مش بس في سعرها الفلكي، لكن زي ما كنت بقول لحضراتكم جورجينا عارفة إيه اللي هو رونالدو بيحبه، لأنه هذا اللاعب الأسطوري مجنون عربيات، بيعشق العربيات وبيحب نوعين اتنين منهم، العربيات الفخمة والعربيات السوبر، العربيات الرياضية. طبعا بيجيب هو أغلى الأنواع من اللي بنسمع عنها، ويمكن في أنواع إحنا حتى ما نسمعش عنها، بس رونالدو الحقيقة عنده أسطول كبير من العربيات، منها عربيات أغلى بكتير من هدية جورجينا، ومنها عربيات كانت برضو هدايا من جورجينا، يمكن آخرها عربية كاديلاك كان تمنها 150,000 جنيه استرليني بس، يعني كانت هدية تعتبر بالنسبة لهم يعني هدية متواضعة منها للنجم الكبير في عيد ميلاده الأخير. طيب، أنا بس عاوز أسأل، هو لما هي بتجيب له كده هو بيجيب لها إيه؟ يعني أنا بجد والله بسأل كريستيانو رونالدو، ويعني انت بتجيب لها طب ايه؟ وبعدين الناس بتقول طب ما هي كلها فلوس رونالدو، يا ما هي ما بتشتغلش يعني دلوقتي، ما كلها من فلوسه، يعني خدت الكريدت كارد بتاعه وراحت المعرض العربيات تك جابت العربية، خد يا رونالدو يا حبيبي يعني. بيقولوا لي في ناس بتاخد الكريدت كارد بس ما بتجيبش هدايا، خلاص الست خيره، هي الست لطيفه، خدت الكريدت كارد بتاع رونالدو وجابت له الهديه الجميله. طبعا رونالدو عنده ثروه ضخمه، يعني هو عايز ايه اكتر يعني من الكوره بقى، ما دام هو يعني عنده هذه الثروه والست يعني مدلعاه وبتجيب له عربيات وهو يعني الاشياء معدن، ليه كريستيانو رونالدو زعلان قوي؟ ما انت خلاص يعني ظبطت حالك. هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني، هي ست جورجينا هتفضل مخطوبه لرونالدو لما لا نهايه كده؟ يعني مفيش بقى فرح ومعازيم وكوشه ودقوا المظاهر وكده؟ الحقيقه المهم السؤالين دول، سواء السؤال فيما يتعلق لماذا يريد كريستيانو رونالدو استكمال مسيرته في عالم الكوره، او السؤال هل هيتجوز جورجينا ولا لا، الحقيقه بجد بصراحه دول احنا ملناش دعوه بيهم، نترك اجابتهم ليهم يفكروا فيها لوحدهم، لان هو حر الراجل، عشقه الاول والاخير الكوره، هو حر
حتى لو معاه مليارات الدولارات، بس هو عايز يكمل، هو حر. طيب النهاردة عندنا إيه في مصر جديدة؟ النهاردة هنتكلم عن شريان للحياة بيمتد على طول مصر في جميع أنحاء الجمهورية، مرفق مهم جدا، مرفق السكة الحديد، القطورات اللي بالتأكيد بتشهد حالة تطور سواء على مستوى القطورات الموجودة أو في استحداث وإضافة قطورات جديدة. السكة الحديد إحنا كمصريين الحقيقة مرتبطين بها جدا. السكة الحديد مش قطورات ركاب بس، دي منظومة كبيرة سواء لنقل الركاب أو البضائع أو الورش. النهاردة عايزين نعرف إيه اللي وصلنا له سواء في تطوير المزلقانات، وطبعا حضراتكم عارفين المزلقانات وتاريخها معانا، الصورة الذهنية عنها كعامل مشترك في جميع حوادث القطورات، كمان منظومة الإشارات إيه اللي تم فيها، وهنعرف كمان القطورات الجديدة اللي انضمت للخدمة، والأهم منظومة الصيانة للمرفق بشكل عام، وإحنا كمان كمواطنين مستخدمين للسكة الحديد إزاي بقى نحافظ عليها. عشان كده هيكون ضيفنا بعد الفاصل في مصر الجديدة المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد. في النسخة الرابعة من الصالون السياسي لحزب مستقبل وطن يناقش أعضاء الصالون هذه المرة موضوعا هاما بعنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها المأمول في دعم الاقتصاد القومي. خرجنا بتوصيات إن شاء الله تفيد، وهيبقى التوصيات بتاعة حزب مستقبل وطن هتبقى مميزة وهتبقى خريطة طريق جيدة جدا لاستمرارنا في هذا الأمر، لأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي خاطرة الاقتصاد، ولازم أن احنا نسعى في هذا الأمر بشدة شديدة جدا. الصالون السياسي أو الصالون اللي أنا هقول صالون صناعي في الحقيقة، النهاردة كان بيتكلم على أمور تنفيذية، بيتكلم مع عدة هيئات مختلفة، في الآخر احنا أثرنا عديد من النقاط وأثرنا عديد من الأمال الموجودة، وكمان ناقشنا التحديات اللي موجودة، وفعلا كان الموضوع صريح جدا والمناقشة صريحة جدا على الصناعة وكيفية النهوض بالصناعة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة. في كثير جدا من الأمال إن شاء الله تبنى على هذا الصالون. الحقيقة أنا ما كنتش متوقع إن الأحزاب بتعمل النشاط ده، يعني لما شفته في حزب مستقبل الوطن طبعا فرق كتير. يعني الحقيقة اللي أنا شايفه النهاردة ده تعاون مثمر، الجلوس والمستمعين تفهموا قالوا الشكاوي اللي عندهم، المشكلة اللي طلعت النهاردة سواء مشكلة تمويل أو مشكلة 152-154 هتفيدنا عشان نرجع نعرضها. وبصراحة يعني الاجتماع كان مثمر جدا، وأهم حاجة لمسناها كلنا طبعا هي التنسيق، يعني إن في جهات كتيرة بتشتغل على موضوع المشروعات، انما لا يوجد، يعني مش عايز اقول لا يوجد تنسيق، في مساحه اكبر للتنسيق. الصالون النهارده اصدر اكتر من توصيات واصدر اكتر من افكار جديده شايف انها هتفرق كتير جدا الفتره اللي جايه، اهمها في ترتيب للتنسيق ما بين الجهات الحكوميه المختلفه بهدف دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه، واهمها المشروعات التصديريه والمشروعات اللي بتركز على احلال الواردات. سعداء طبعا بوجودنا في الصالون المهم ده، قطاع المشروعات الصغيره من القطاعات الهامه في الدوله المصريه، وبالذات في الاونه الاخيره وفي الاونه الحاليه في ظل الازمه الاقتصاديه الحاليه. يعني الصالون النهارده غطى كل المشاكل والمعوقات اللي بتقابل هذا القطاع، ووضع حلول مبدئيه لهذه المشاكل. المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر هي عمود الاقتصاد في اي بلد في العالم، واحنا النهارده في دفعه قويه جدا للمشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر اللي بتمثل حوالي 98% من المشروعات اللي موجوده على ارض مصر. يمكن النهارده الميزه في الصالون النهارده انه بيجمع اصحاب الصله او الجهات اللي بترعى هذا الموضوع. صناعه التمويل متناهي الصغر هي صناعه مهمه جدا في المرحله الراهنه لدعم شريحه مهمه جدا في المجتمع، هي شريحه الاكثر احتياجا، بيهمنا قوي دعم هذه الشريحه، وخاصه اذا كنا بنتكلم في الناس اللي محتاجه 5000 ل 50000 جنيه او ل 200000 جنيه، فدي مهمه جدا. الانطلاقة الأولى لرحلات قطار طلقو الفاخرة بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير
بدأت بتحرك القطار بالركاب من محطة مصر برمسيس لمحطة سيدي جابر ومصر في اسكندرية. قطارات تالجو بدأ تشغيلها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية، بتصبح السكة الحديد بداية من 2024 جديدة بالكامل. عندنا 7 قطارات من شركة تالجو، 6 شارينهم، واحد كان جاي هدية للشعب المصري. إن شاء الله بإذن الله نبدأ بيهم خدمة جديدة متميزة بدون إلغاء لأي قطارات من القطارات الموجودة، سواء الأولى المكيفة أو الثانية المكيفة أو الثالثة المكيفة الروسي أو الثالثة العادية. كل القطارات موجودة زي ما هي، بل بنحسن فيها وبنزود فيها، زي معاهدنا رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهدنا أهلينا وجمهورنا. في 2024 إن شاء الله هيلاقوا سكك حديد جديدة بالكامل بإذن الله. كل خطوة بتخطوها القيادة المصرية هي خطوة على طريق النجاح، ومنظومة قطارات تالجو الجديدة هتكون إضافة كبيرة في مجال النقل في مصر. أنا لما طلعت قطر بمصاريف تشغيله يبقى أنا خفيت عن السكة الحديد. قطر كان بيطلع بخسائر، فيبقى أنا دلوقتي قللت خسائر السكة الحديد بشكل غير مباشر. ده الأثر اللي هيعود على السكة الحديد، غير الأثر زي ما قلت لحضرتك الأثر المباشر اللي هيعود على الراكب نفسه. بيتكون قطار التالجو من 5 عربات درجة أولى و8 عربات درجة تانية، وعربة بوفيه فاخرة وعربة قوة، وبيتسع القطار ل 492 راكب، وبيمتاز بسرعته الكبيرة اللي بتوصل ل 160 كيلومتر في الساعة. القطار فيه شاشات عرض لكل كرسي في الدرجة الأولى ولكل مجموعة كراسي في الدرجة التانية، وبيقدم للركاب خدمة الإنترنت واي فاي، ده غير كاميرات المراقبة وأماكن ذوي الاحتياجات الخاصة وأنظمة حريق. طيارة القطر دي مختلفة عن القطارات الأخرى. جالنا خبير كندي مستر باتريس، دربنا 10 أيام. التدريب كان نظري على كيفية المكنة وتشغيلها وطريقة التحكم فيها، وتدريب عملي، وبعد كده اجتازنا الاختبار التحريري، وبيبقى كده ادانا شهادة خبرة. وزارة النقل بتستهدف تطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية اللي بتوصل أطوال شبكتها ل 10,000 كيلو متر طولي، وده بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع تالجو، وده أكيد بيصب في صالح تعزيز فرص الاستثمار والارتقاء بالخدمات اللي بيتم تقديمها للمواطنين. مروة سرساوي، مصر جديدة، ETC. من الوبور إلى التالجو، رحلة طويلة عمرها 168 سنة، من أول قطر مشي على سكة حديد في مصر اللي الناس سموه الوبور لحد أحدث قطر وهو التالجو اللي عمل أول رحلة ليه امبارح ما بين القاهرة واسكندرية. ويمكن في ناس تقول إنه ده تطور طبيعي للسكة الحديد بعد سنين دي كلها، لكن الحقيقة أن التطور ما كانش ماشي بشكل طبيعي طول 68 سنة، لأنه جه وقت والتطور وقف فيه تماما، وابتدت مشاكل السكة الحديد تزيد وتتراكم خلال عشرات السنين لحد ما تحول ملف السكة الحديد لأزمة، وأزمة مستعصية، ومبقاش فيها حل ينفع لهذه الأزمة إلا بقى الحل الجذري، الحل اللي تكلفته عبارة عن فاتورة ضخمة كان لازم تدفع من زمان بالتدريج، لكننا دلوقتي بندفعها مرة واحدة. النتيجة أنه السكة الحديد في مصر بدأت تستعيد شبابها من أول تطوير المزلقانات ونظام الإشارات لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة. بنتكلم الحقيقة عن واقع جديد، عن خطوط سكك حديد جديدة، محطات جديدة، محطات قديمة بتتجدد. بنتكلم عن قطارات حديثة منها أفخم القطارات في العالم زي التالجو. بنتكلم الحقيقة عن تطوير شامل وسريع في واحد من أهم المرافق اللي بيستخدمها المصريين يوميا، وطبعا ده يعتبر الشريان الرئيسي في نقل البضائع. قطر تطوير السكة الحديد وصل دلوقتي لمحطات مهمة في رحلته اللي ابتدت من 2014 عشان يوصل في 2024 إن شاء الله للمحطة الأخيرة، ونشوف قدامنا سكك حديد مصر في الصورة اللي بتليق بمصر وتليق بشعب مصر. طيب عشان نعرف ملامح هذه الصورة
الصورة. بيسعدني وبيشرفني النهاردة أني رحب في مصر جديدة بضيفي الكريم المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وأنا سعيدة جدا بموضوع القطار التالجو ده. أنا عايز أعرف، أنا شفت ده أوبن بوفيه ده ولا إيه اللي في القطر ده؟ يعني أنا هحجز تذكرة وأروح أكل كده بالتذكرة ولا إيه حكاية؟ احكي لنا من الأول إيه حكاية التالجو. أنا أحكي لحضرتك، أنا برحب بكل مشاهدي قناة إي تي سي وبهني الشعب المصري بمناسبتين، أعياد السنة الميلادية اللي قربت على عام جديد، والمناسبة الثانية اللي هي انطلاق قطار تالجو اللي كلنا كنا شغوفين إن هو ينطلق في أحد رحلاته على الأرض المصرية. قطار تالجو فيها مميزات عديدة غير السرعة اللي هي بتصل ل 160 كيلو. القطارات تالجو بتتميز بالرفاهية المفرطة. حضرتك القطر التالجو فيه تكنولوجيا مش موجودة في كل قطارات السكة الحديد سواء اللي ما عندنا أو الموجودة في العالم. قطارات تالجو القطر ماشي على وسادات هوائية، فما فيش أي إحساس للراكب بطبيعة السكة، او ان كان السكه فيها هبوط او زي واحد ركب عربيته في مطبات، لا الاحساس ده غير موجود تماما، الى جانب وسائل السيفتي العاليه جدا. القطار مجهز بغرفه كنترول بيراقب كل تحركات القطار اثناء المسير بالكمبيوتر، وفي مختص جالس في هذه الغرفه على الشاشه بيرصد كل التحركات، الى جانب الجزء بتاع السيكوريتي في كاميرات مجهزه في كل مكان في القطار بنقدر نرصد كل اللي موجودين على 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 القطار. ابواب القطار بتغلق تماما قبل التحرك، لو في باب منهم مفتوح بيدي انديكيشن للسواق وللمجموعه اللي على القطار ان في احد الابواب مفتوحه. الامتيازات عديده، وقطارات تالجو مش الست قطارات فقط اللي جم هيشتغل منهم واحد، وان شاء الله القطر الثاني وصل وهيبدا خلال الاسبوع القادم التجارب السيفتي الخاصه بالقطار الثاني. ايه اهم عناصر السيفتي او الامان المتوفره؟ يعني حضرتك قول لي بس بالتفصيل اكتر، انا كراكب ابقى عارف ازاي انه هذا القطار شديد الامان. الوسائل اللي موجوده على القطار بتعلي مستويات السلامه، بمعنى ان القطار مراقب كمبيوترايز، اي عنصر يعني بالكمبيوتر. اي عنصر خطر او اي حاجه ممكن تحصل في قطار الكمبيوتر اللي موجود في غرفه ده التحكم. ده اوبن بوفيه ده ولا ايه؟ دي عربيه البوفيه اللي موجوده في في القطار. شفناها. عربيه البوفيه دي هي عربيه بوفيه الى جانب عربيه لذوي الهمم. فيها ست كراسي موجودين لذوي الهمم. العربيه دي هي عربيه خمسه في القطار. الباب بتاعها من بره لونه احمر مختلف تماما عن بقيه ال 15 عربيه. الأحمر هو. ده اللي قدامنا عشان اللي جاي من بره ذو الهمم بيبقى عارف ان دي العربيه المخصصه ليه، اللي هو الباب الاحمر. الباب الأحمر المختلف عن كل قطار. ده معروف ان العربيه دي لذو الهمم. فيها خمس كراسي. فيها خمس كراسي خاصه بيهم وفيها حمام خاص بيهم. غير الحمامات اللي موجوده لبقيه تمام. ودي برضو مش موجوده في كل القطارات. او لاول مره يكون في قطار مجهز تالجو. لاول مره يكون في قطار مجهز لذو الهمم. احنا دلوقتي تبقى للكود اللي وضعته وزاره التضامن، احنا بدانا نراعي الكلام ده في المحطات اللي بنجددها. بدانا نراعي الكلام ده في القطارات اللي هتيجي جديد. يعني شركه تالجو في عقد اتوقع معاها على 7 قطارات نوم اخرى مجهز بيها نفس الاليه. 7 قطارات، 7 قطارات نوم منهم اعتقد واحد هدايا مش كده؟ لا، ده السبع قطارات اللي حضرتك بتقصديهم دول قطارات الجلوس. اللي هم حاليا اللي وصل قطار شغال. القطار الثاني هيبدا التجارب ان شاء الله، في قطارين على وصول مينا اسكندريه خلال يوم الخميس او الجمعه القادم. وبالتالي يبقى وصل 4 قطارات. ايوه، النصف الاول من العام الجديد يبدا يوصل القطارين الثانيين دول، 6 قطارات الجلوس. يتبقى قطار الهديه هيوصل بعد كده، انما في 6 قطارات نوم مجهزين كقطارات نوم. غير الستة غير دول. دول برضو مع شركة تالجو الأسبانية قطارات فاخرة. وقطارات النوم في أوروبا ليس بفاخرة كلها. أنا عارفة أوروبا فيها قطارات نوم الكابينة فيها 4 أشخاص. إحنا عندنا الكابينة شخصين. اللي موجود في تالجو ده حاجة منتهى الرفاهية. الكابينة فيها سرير، فيها أنتريه، فيها حمام سويت يعتبر.
دي القطارات النوم اللي هتيجي ان شاء الله. الى جانب المشروعين دول في مشروع ثالث اللي هو توطين صناعه السكك الحديديه في مصر باستشاركه مع شركه طلقو. قبل ما نتكلم عن توطين صناعه السكك الحديديه، التذكره بتاعه القطر ده كام؟ التذكره بتاعه قطار طلقو لاسكندريه الدرجه الاولى 200 جنيه. دلوقتي انا اقدر اروح من القاهره هروح السكه الحديد برضو نفس المحطه اللي احنا عارفينها من المحطه، او حضرتك ممكن تخشي على النت على موقع الهيئه وتحجزي التذكره. احجز، اقدر احجز اونلاين من على موقع أونلاين. الهيئه 200 جنيه. 200 جنيه الدرجه الاولى. ايوه. و150 جنيه الدرجه الثانيه. تمام. بروح بقى بركب من هناك. بتركبي من محطه القاهره توصلي محطه اسكندريه من باب الحديد لغايه سيدي جابر او محطه مصر في قد ايه؟ في الوقت الحالي في ساعتين. الوقت الحالي مش قالوا لك هيبقى في نص ساعة؟ لا مش في نص ساعة. احنا لو حسبنا سرعة 160 كيلو على 208 كيلو ما تبقاش نص ساعة. تبقى ساعة وعشر دقايق. ساعة وعشر دقايق. ساعة وعشر دقايق. احنا متبقى عندنا جزء صغير جدا. عندنا جزء صغير جدا خاضع للاختبارات حاليا. اللي هو برج الشمال مع شركة تالس الأسبانية. دخول برج الشمال يعتبر الخط خلاص مجهز. نقدر نوصل للساعة وربع. وخاصة احنا لسه في تشغيل تجريبي. القطار لسه بينطلق بقاله 3 ايام. يعني يوم السبت والحد والنهارده الاثنين. بياخد المعدة بعد الانتهاء التشغيل التجريبي هيوصل لسرعة 160 كيلو. يعني يعني هيبقى من القاهرة لاسكندرية ساعة و20 دقيقة. تمام. من القاهرة لاسكندرية ساعة و20 دقيقة. تمام. ويدفع 200 جنيه. يدفع 200 جنيه درجة أولى و150 جنيه درجة تانية. درجة تانية. جميل جدا. حضرتك بتقول اتفضل. ال 200 جنيه دول كنا كان غالبية المصريين متخيل المبلغ ده كبير. معالي الوزير لما كان في اللقاء داخل القطار سأل غالبية الركاب، ما حدش قال 200 جنيه كتير. المفاجأة الثانية ان النهاردة القطار اللي انطلق الساعة 2 ال 140 كرسي بتوع الدرجة الأولى كاملين من القاهرة. وحضرتك احنا في موسم الشتاء مش في الصيف. يعني معنى كده ان في الصيف بيكون حجم النقل لمدينة الإسكندرية حجم كبير أكبر جدا. طبعا. فمعنى كده ان ال 200 جنيه اللي احنا كنا متخيلين ان هو مبلغ كبير، لا هو مش مبلغ كبير. طب ال 200 جنيه شاملين حاجه تانية يعني؟ لا هم 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 تذكره الوصول فقط. طيب امال انا شفت الاكل ده الجميل. الاكل ده في منيو بيتوزع على الركاب قبل القطر ما يتحرك، وكل كرسي موجود فيه. ممكن حضرتك تطلبي الاكل اللي انت عايزاه يجي لك لغايه المقعد. مش اوبن بوفيه بقى والناس تروح بقى لا 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 مش وتعمل زحمه بقى وتعمل لا لسه وتأكل لسه ما وصلناش للاوبن بوفيه. احنا لسه كل ده يعني القطر ده عليه وجبات مختلفه عن القطارات الاخرى، مش السندوتشات بقى القديمه بقى. لا 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 لا, 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 لا. حضرتك لو شفتي الصوره هتلاقيه مختلف تماما، ولو ركبتي قطر تاني هتلاقيه مختلف. الخدمه مختلفه هنا عن بقيه القطارات، لان احنا شايفين ان الرفاهيه اللي موجوده داخل القطار يجب ان تتواكب مع المعامله اللي موجوده على القطار. تمام. الوجبات دي ممكن الدرجه الاولى ياخدوها، الدرجه الثانيه مفيش اي مشكله. اي راكب على القطار ممكن من حقه ان هو يطلب الوجبات دي. ودي بتقدمها شركه من الشركات المملوكه للسكه دي. ايوه. اللي هي شركه خدمات عربيات النوم. طيب لما نقارن التالجو بقطار الاف اي بي ايه الفرق؟ الفي اي بي الفي اي بي الفي اي بي انا بحسب لا الفي اي بي ليس بتكنولوجيا طالجو. الفي اي بي حضرتك قطر عادي من ناحيه تكنولوجيا السكك الحديديه. ما فيهوش وسادات هوائيه، في حاجات مصطلحات السكك الحديديه. في بواجي. أيوة. في عجل. أنا في انا هو دلوقتي في انا بحسب انه قطر الفي اي بي ده ما بقاش موجود بعد التالجو. لا موجود. عشان كده موجود قطر القطارات الفي اي بي دي دخلت السكه الحديد في 2015. مش دخلت من بعيد، فلسه موجوده، لازالت تعمل. يعني وهتفضل موجودة. احنا عندنا جميع انواع الخدمات في السكه الحديديه لا تنتهي. السكه الحديد بتقدم خدمه لركاب طلقو. تمام. وبتقدم خدمه لركاب الاقاليم باسعار تتواكب معاها. الفرق ازاي بقى بينهم؟ كل كام بقى كل واحد، والفرق هيبقى عامل ازاي بقى يعني في الاكل وفي الكراسي وفي كل حاجه؟ عندنا قطر لحد اسكندريه الركب بيدفع 15 جنيه. وعندنا قطر لحد اسكندريه ب 200 جنيه. دي ده راكب وده راكب. فانا ما اقدرش الغي خدمه. التوجيهات ان كل الخدمات تستمر في السكه الحديديه. التالجو، الفي اي بي، القطر العادي، القطر التهويه الديناميكيه، القطر الدرجه الثالثه المكيف، ودي لم تحدث تاريخ السكه الحديد الا مع وصول العربات الروسي. هو قطار درجه ثالثه عادي جدا ولكن مكيف. نظرا للطقس اللي اتغير في العالم كله. فاصبحت قطارات درجه ثالثه مكيفه ولكن بسعر
يتلائم مع المواطن متوسط الدخل. مش هنقول راكب بتاع طلجو هو اللي هيروح الدرجه الثالثه المكافاه، لا ده راكب وده راكب. راكب طلجو احنا بنستهدف ان هو ده اللي يقدر يصرف او يدعم الراكب اللي راكب القطر الدرجه الثالثه. تمام. انا بقى كراكب هستخدم التالجو هستفيد ايه لما انا بدفع 200 جنيه ممكن ادفعهم مثلا في اتوبيس، اتوبيس برضو يكون فخم جدا وكده، ليه اركب القطر؟ حضرتك مفيش اتوبيس بيقطع المسافه الاسكندريه للقاهره في الوقت اللي بيقطعه قطار تالجو. مواقف الاتوبيسات اصبحت خارج المدن، القطار من قلب مدينه القاهره الى قلب مدينه الاسكندريه. القطار هو من امن ومن اريح وسائل النقل اللي موجوده في العالم كله. سواء هو من ناحيه السيفتي سواء من ناحيه الراحه. الكرسي اللي بيقعد فيه الراكب اللي قاعد في الدرجه الاولى في قطار طالجو يماثل الكرسي اللي موجود في الطياره. الاتوبيس مفيش كرسي او راحه في اتوبيس زي السكه الحديد. الطالجو عليه واي فاي، عليه كل الخدمات اللي موجوده. تمام. قطر النوم طبعا هيبقى اضافه مهمه جدا لما يحصل، يعني اعتقد هيبقى التذكره اكتر بقى ولا هتبقى؟ لا طبعا، هو قطر النوم في السكه الحديد هو ملوش سعر موحد. قطر النوم في السكه الحديد هي طبعا بتديره شركه، مش السكه الحديد اللي بتديره شركه مملوكه للسكه الحديد، ولكن شركه خاضعه لقانون الاستثمار. السعر بيحدد طبقا للسيزون. احنا النهارده في عز الموسم اللي موجود لقطارات النوم، موجود فيها اجانب، موجود فيها مصريين. حضرتك النهارده السعر الكابينه او السرير 750 جنيه، حضرتك في شهر 4 وشهر 5 هتركبي نفس الكابينه دي بس ب 300 او 400 جنيه. النهارده سعر الكابينه كام تاني؟ سعر الكابينه الفرد 750 جنيه شامل العشاء وشامل الفطار. في الصيف؟ في الصيف حضرتك هتلاقي الكابينه هي هو الكرسي وهي هي الوجبه ما بين 300 جنيه وما بين 400 جنيه. تقريبا النص. ليه النص؟ تبقى للكثافه. قطر النوم مش قطر عادي. ايوه، تبقى للكثافه اللي موجوده عليه. السعر بتاع زي الطياره. حضرتك ممكن تحجز الطياره النهارده ب 4000 جنيه. ايوه، وتلاقي الراكب اللي قاعد جنبك دافع 2000 جنيه. حجز هو من بدري. او السيزون ده ما فيش فيه اماكن، فبالتالي الشركه تضطر تنزل طيارات بثمن اعلى. هي دي نفس الثقافه بتاعت قطارات النوم. هيبقى في بورصه يعني للاسعار في قطارات النوم؟ هو مش بورصه، هو حضرتك السوق معروف امتى الاسعار بتزيد وامتى الاسعار بتقل. يعني الموسم القطارات النوم بيبدا من شهر 10 بيستمر معانا لغايه شهر 2. بيبقى فيه كميه اجانب كبار كتير، الى جانب طبعا كميه مصريين اللي رايحين رحلات في الاقصر في اسوان. كل ده بيأثر على قطارات النوم، بيبقى عليها ضغط. قطر النوم بيبقوا ثلاث قطارات بيقوموا كل يوم يوميا. الاقبال السنه دي خاصه الاجانب، احنا بنضطر في ايام ان احنا نقوم اربع قطارات نوم، ودي اعلى طاقه موجوده عندنا. انا عندي فيديو حلو قوي للاجانب في قطر من قطارات النوم، خلونا نشوف الفيديو. مجموعة من الأجانب بيحتفلوا بالكريسماس في قطر النوم. احنا يكاد يكون عندنا قطارات النوم أكتر من نص الركاب أو ثلاث أرباع الركاب أجانب في الوقت الحالي. وطبعا دول هم راكبين في عربية النادي. كل قطر من قطارات النوم عليه عربية نادي، زي عربية البوفيه اللي حضرتك شفتيها. بيحتفلوا بيها طبعا. قطارات طلجو اللي هتيجي، لا نقلة كبيرة قوي في قطارات النوم. نقلة يعني مش هنقول زي اللي موجود عندنا، لا ده من أفخر قطارات النوم الموجودة في العالم. في العالم كله. زي طلجو اللي موجود عندنا ده، موجود في ألمانيا، موجود في فرنسا، موجود منه في السعودية، موجود في مصر. القطر اللي موجود في مصر ده انا باكد لما عليكي ان هو افخر من القطر في اسبانيا نفسها. جميل جدا. انا بقى حابه اتوقف عند نقطه مهمه جدا، لانه حضرتك قاعد بتقول لي كلام مهم وخطير على قطر التالجو، قد ايه هو هيبقى شيك وافخر من اسبانيا نفسها، المكان اللي عملت فيه او اتعمل فيه هذا النوع من القطارات. الصيانه، والصيانه عني بيها شقين، شق المواطن وشق محطه السكه الحديد.
هبدأ بالمواطن بصراحة، لأنه الحقيقة الواحد يعني أنا يمكن آخر مرة ركبت قطر يمكن مثلا من 5 سنين، وركبت الفي آي بي اللي أنا كنت فاكراه توقف وفي حاجة جديدة جت بعد كده، لأن بقالي سنين ما ركبتش. الحقيقة كل الأماكن مكتوب عليها أحمد بيحب منى وقلوب واللي مقطع الكرسي واللي يعني، وده الفي آي بي، فما بالك بقى لو قطر درجة تانية أو تالتة. هل هيبقى في عقوبات حازمة ومشددة على أي حد يتلف؟ لأنه الحقيقة دي الدولة صرفة فيها أرقام كبيرة وتعمل مجهود جبار عشان يبقى موجود عندنا، ما ينفعش بعد كل ده بعد كم شهر نلاقيه مقطع أو متوسخ، أو حد رامي الأكل على الأرض، أو رامي الكلينكس على الأرض، أو رامي سيجارة على الأرض. قطارات طلجو، الصيانة اللي على القطار هي مسؤولية شركة طلجو الأسبانية، عندهم فريق من العاملين والفنيين المصريين تدربوا على شركة طلجو في أسبانيا، فهم المسؤولين عن صيانة القطار نظرا لأنها تكنولوجيا جديدة علينا، فهم اللي بيعملوا الصيانة. الكاميرات اللي موجودة على القطر في غرفة مراقبة موجود فيها على مدار الرحلة أشخاص بيراقبوا القطار على طول الرحلة، وإلى جانب أن في أفراد تدخل سريع موجودين على القطار وهم تابعين للأمن، في حالة ما أي مواطن هيرتكب أي مخالفة هيعاقب. السكة تعرضنا في فترة بسيطة لكم عمل زي اللي حضرتك بتقول عليهم كده أو أكتر شوية أثر على سلامة القطارات، فكان القرار أن جرائم السكك الحديدية تحال للنيابة العسكرية. بالظبط، في ناس بتشيل الحديد. أنا بأكد لحضرتك يعني اللي حصل ده حصل في منطقة يمكن طنطا، بين طنطا وبركة السهم. عملوا إيه بقى بالظبط؟ سرقوا أجهزة إشارات. أجهزة الإشارات دي اللي هي بتتحكم في السيفتي، اللي بيتحكم في مصير القطار. سرقوا أجزاء بالنسبة لهم هي حتة ألمونيا لا تمثل أي شيء. كانت القرارات الحازمة إن القضايا اللي تهدد السكك الحدية صح تحال إلى القضاء العسكري. فكان نتيجتها إن اللي سرق خد 15 سنة، واللي اشترى منه الحاجة خد 5 سنين، وأصبح ردع ما بعده ردع صح. إن اللي يتعدى على السكك الحديدية يحاكم طبقا للقضاء العسكري، واللي بقى يتلف ما في داخل، ما هو اللي يتلف ما هي جريمة. الجريمة اللي توصل لإيه؟ نفس اللي قعد ورمى سيجارة، لا اللي قعد ورمى سيجارة دي في عقوبات بتوقع فورية. اللي قعد ورمى في عقوبات فورية، هي عقوبات مالية. اللي رمى الكيس كل ورمى الكيس، هي عقوبات فورية ولكن ما بتوصلش للجرائم. ما بتوصلش لل شرب الحاجه الساقعه ورمى، زي اللي رمى، زي اللي شرب سيجاره فوريا وهو موجود في الحال بيدفع 50 جنيه اللي هي مقرر ان هو يدفع. انما هو القطر ممنوع اصلا التدخين لا داخل القطار ولا عند في عربيه المسيح ولا اي مكان. القانون حرم التدخين داخل القطار. طب اللي بيرمي بقى طوب على القطر بقى بيعامل معامله الناس المخربين اللي بيتعرضوا للاحكام العسكريه. والاجراءات الرادعه دي هي اللي حدت من تكرار الجرائم، لان طبعا شرطه السكه الحديد لا تتوانى ان هي تقبض على اي حد ممكن يعمل اي حاجه وتحيله للقضاء العسكري. طب انا عايزه اتوقف عند بقى يعني موضوع مهم جدا ومحور مهم جدا، دايما كنا بنشير اليه انه سبب كل حوادث القطارات في مصر المزلقانات. ايه اللي ممكن تعمله هيئه السكه الحديد لتطوير المزلقانات علشان ما نسمعش بعد كده انه سبب الحادثه اصل المزلقان ما اعرفش ايه؟ احنا مش هنقول المزلقانات، المزلقان جزء في منظومه كامله. السكه الحديد بدات خطه تطوير كبيره في مجال التحكم والسيطره ونظم الاشارات. بنتكلم مثلا على خط مصر اسكندريه مع شركه تلس الاسبانيه، بنتكلم على بني سويف اسيوط مع شركه الستوم الإيطالية، بنتكلم على أسيوط سواج نجا حمادي مع شركة تلس الأسبانية، نجا حمادي الأقصر مع هونداي روتم، ومكملين من الأقصر لأسوان مع نفس الشركة بقرض من البنك الكوري، بنها بورسعيد مع شركة سيمز. نظم التحكم والسيطرة لا تسمح بتدخل أي عامل بشري على الخط، بمعنى أن القطر مجرد أنه يخش في المنطقة اللي فيها الاقتراب بتاع المزلقان
المزلان بيقفل اوتوماتيك، لا دخل العامل البشري ان هو يقفل المزلان او يفتح المزلان. ده بالنسبه للجزئيه اللي فيها اشارات. طب احنا مش كل الشبكه عندنا تم تجهيزها، لسه عندنا خطوط لسه ما اتجهزتش. بدات السكه الحديد او مع شركات الانتاج الحربي وشركات العربيات التصنيع وبعض الشركات الاجنبيه ان تعمل نظم تحكم للمزلان. بمجرد ان القطر يقرب المزلان يبدا يقفل اوتوماتيك. فبالتالي احنا يكاد يكون يعني المشكله دي تكاد تكون تلاشت. الهيئه يعني في 1250 مزلان تم تطوير 832 مزلان كاعمال مدنيه ونظم تحكم. بقيه المزلانات طبقا للمشروعات اللي شغالين فيها، يعني عندنا مثلا طنطا المنصوره دمياط ده ما جاي مع الوكاله الفرنسيه وهيتم تطويره. فالمزلانات اللي على الخط كله هتخش من ضمن التطوير. فتكاد تكون مشكله المزلانات تم السيطره عليها في السكه. طب ايه المطلوب من المواطنين عشان يتعاملوا مع هذه المزلانات بطريقه امنه؟ المواطن يجب ان يحترم اشارات المرور او اشارات المزلانات. بعض السلوكيات المزلان بيبقى مقفول من جنب، في حرر الدخول وحرر الخروج. بنفوجئ ان احد راكبي المركبات التوك توك وما شابه ذلك دخل من الحاره المفتوحه او خبط البوابه بتاعه المزلان. وطبعا خبطه للبوابه المزلان بيخلي القطارات اوتوماتيك يحصل عليها عمليه تهديه، لان مجرد ان بوابه المزلان اتخبطت السيمافورات نفسها اللي هي الاشارات بتقلب لونها يبقى احمر، يضطر السواق وهو جاي انه يقف على المزلان عشان يعدي المرحله اللي فيها المزلان. انا بناشد كل المواطنين وراكبي المركبات ان هم يحترموا قواعد المرور مش قواعد المزلان، لان المزلان هو جزء من المرور. يحترم قواعد المرور. في ناس بتكسر السور وتعدي منه كمان. في ناس بيعدي من تحت المزلان والكاميرات، احنا عندنا غالبيه المزلان فيها كاميرات والكاميرات صورت كده المزلان مقفول وهو بيعدي من تحت الشادوف بتاعه ويتعرض ان القطر يجي يدهسه والدنيا تتوقف والاخر السكه الحديد تهاجم. طب ما السكه الحديد عملت الشادوف عملت المزلان وصرفت مليارات. حجم التطور في السكه الحديد وصل ل 87 مليار جنيه. وده رقم يعني تكاد تكون ميزانيه دول كامله. فيجب ان احنا نحترم المزلانات، يجب ان احنا نحافظ على السكه الحديد. وبعدين يحصل له حاجه وبعدين يقول اصل القطر اصل السكه الحديد اهملت. وبعدين هو انت القطر ماشي في طريقه في اتجاهه، انت رايح للقطر ليه؟ يعني وللاسف هو ده اللي بيحصل. يعني انت اللي رايح للقطر، القطر ما جالكش، القطر ما جاش ماشي المسار بتاعه المعروف. يعني هيبقى في عقوبات صارمه. طبعا 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 طبعا. وفي خلاص منظومه كاميرات، يعني كل حاجه فيها كاميرات، كل حاجه. وبعض الناس بتعاني، كل حاجه متشافه. وبعض الناس بتعاني النهارده ان هو بعد ما بيخبط البوابه بتاعه المزلقان يتحسب عليه التكاليف. البوابه دي اتكلفت 20,000 جنيه 30,000 جنيه فبتتخصم عليه. فمع التكرار بيحصل حاله من الردع، لان مفيش واحد هيخرب حاجه والهيئه هتتحملها. اللي يخرب جزء يتحمل اصلاحه. بالظبط. طيب ده بالنسبه للمواطن. بالنسبه بقى لعامل المزلقان، عامل المزلقان كمان كان يعني عليه كلام وهو جزء من المنظومه، والخطا البشري كان بيبقى وارد جدا بالنسبه لعامل المزلقان. عملتوا ايه في الملف ده؟ احنا مش هنتكلم عن عامل المزلقان، احنا هنتكلم على الموارد البشريه كلها. من احد محاور التطوير في السكه الحديد اللي هو العنصر البشري. العنصر البشري هو من اهم العناصر الموجوده في السكه الحديد. السكه الحديد عندها معهد في مدينه في وردان، المعهد ده 50 فدان بيدرس فيه الفن المزلقان والسواقين، بياخد دورات تذكيريه. الراجل بتاع المزلقان اللي حضرتك بتتكلم عليه ده بقى من الطوائف الحرجه للسلامه، من اخطر الطوائف الموجوده في السكه الحديد، بقى يتعرض لكشف نفسي وكشف كشف صحي، بياخد دورات تدريبيه ودورات تذكيريه، بياخد ما يسمى رخصة السلامة، ان هو كل فترة يتعرض لاختبارات، يتدرب ويتعرض لاختبارات. برغم ان الراجل ده النهاردة على المزلانات الاوتوماتيكية بقى واقف بيراقب القطار، لان المزلان بيقفل ويفتح بدون تدخله. هو بيدخل امتى؟ لو عربية جت عدت على المزلان ووقفت، يبدأ دور الراجل ده يخش ان هو يبدأ يخش على المزلان يحوله من اوتوماتيك لمانيوال عشان يوقف القطارات. هو اصبح دوره فقط لا بيقفل المزلان ولا المزلان بيتفتح اوتوماتيك وتقفل اوتوماتيك. الراجل بيتدخل في حاله وجود خطر على المزلان.
منظومة الإشارات، أنا عارفة أنه في تطوير جديد حصل في منظومة الإشارات، وأنا عارفة مثلا محطة بتاعة اسكندرية الرئيسية بدأ تاني الإطارات ترجع فيها علشان خلاص تم تطوير منظومة الإشارات. إمتى هيتم الانتهاء من منظومة الإشارات؟ منظومة التحديث للإشارات كاملة ومشروعات السكك الحديدية كاملة هتنتهي إن شاء الله في 2024، تكون كل مشروعات السكك الحديدية بتاع الإشارات انتهت تماما إن شاء الله تكون سنة 2024. إنما مصر الإسكندرية خلاص آخر جزء برج الشمال بيختبر حاليا، وفي خلال أيام هيخش الخدمة، تبقى كل القطارات، يعني المواطن مش حاسس إن في القاهرة شغل، اسكندرية لغاية من اسكندرية لغاية شبرا يكاد يكون انتهى. محطة بشتيل من سنة 54 تاريخ إنشاء محطة رمسيس لحد النهاردة زودنا أو زدنا في عدد السكان 100 مليون نسمة، ومع ذلك استمر الاعتماد على محطة رمسيس بس. إزاي محطة قطارات الصعيد في بشتيل هتعالج هذا الوضع الذي استمر عشرات السنين؟ هنجيب على هذا السؤال ولكن بعد الفاصل في مصر الجديدة. اهلا بحضراتكم من جديد في مصر جديده، ولسه معانا المهندس محمد عامر رئيس هيئه السكه الحديد. اهلا بحضرتك من جديد معانا. كنت بسال قبل الفاصل عن محطه بشتيل، محطه بشتيل امتى هيتم افتتاحها؟ لان احنا كنا بنعتمد اعتماد رئيسي من سنه 54 على محطه رمسيس، واحنا خلاص يعني احنا الحمد لله يعني زدنا 100 مليون نسمه، ومع ذلك احنا لسه مستمرين في الاعتماد على محطه رمسيس. ازاي محطة قطارات الصعيد في بشتيل هتعالج هذا الوضع؟ اسمحي لي في الاول اغير المسمى من محطة بشتيل الى مشروع بشتيل. مشروع بشتيل، مشروع بشتيل ده مشروع بقى متكامل، في بشتيل مشروع متكامل وليس محطة سكة الحديد. مشروع بشتيل مساحة المشروع حوالي 57 فدان، بنتكلم على محطة سكة حديد بس مساحتها 31 ألف متر، جواه أماكن تجارية للتسوق، حجم يضاهي أكبر مراكز كارفور 3-4 مرات، كل المحلات اللي حضرتك تتخيليها هتكون موجودة داخل مشروع بشتيل، إلى جانب مشروع استثماري كبير وهو مجمع سكني وعمارات، إلى جانب مشروع، إلى جانب جراج متعدد الطوابق، والمحطة نفسها تحتيها جراج متعدد الطوابق. فأصبحت مش محطة، أصبحت مشروع كامل. محطة بشتيل فيها 6 سكك للوجه القبلي فقط، يعني القطارات اللي جاية من أسوان هتبقى موجودة في محطة بشتيل. إلى جانب محطة بشتيل موجود ورش كاملة زي الورش اللي موجودة في منطقة فرز القاهرة، فالموضوع ما بقاش محطة، الموضوع بقى منظومة متكاملة. محطة ذكية تبادلية. تبادلية يعني ايه تبادلية؟ يعني حضرتك تنزلي من القطر تركبي المترو تركبي المونوريل تركبي التاكسي تركبي الاوتوبيس، كل ده من جوه المحطة. المحطة مجهزة ان تنقلك لكل وسائل النقل اللي هتربط كل الجمهورية. وسائل النقل هتكون جوه المحطة يعني؟ كل ده موجود في اطار المحطة. المسافة الأبعد حضرتك هيبقى فيه سيور هتاخد الراكب زي المطارات تنقله لمحطة المونوريل أو تنقله لمحطة المترو. مش زي ما يقال إن إحنا خدنا الناس من رمسيس رميناهم في بشتيل وما بقناش عارف الناس دي تروح فين. كل الكلام ده كلام مغرض ملوش أساس من الصحة، ولكن المواطن اللي هينزل في بشتيل هيلاقي نفسه في مكان أكتر من رمسيس فعل. كل الخدمات حضرتك هتحصل نقلة حضارية كبيرة في المنطقة المحيطة بمنطقة بشتيل. كان من 3 أسابيع كان معالي الوزير هناك، وقبلها بأسبوعين كان معالي رئيس الوزراء. المنطقة بتتغير كلها، المنطقة بتتغير من منطقة عشوائية أو منطقة إلى منطقة حضارية. حجم الإنجاز فيها حوالي 80%. احنا بنتكلم في مشروع تكلفته المبدئية إلى الآن 3 مليار جنيه. فدي مش محطة سكة حديد. قطارات المناشي هتبقى موجودة في محطة بشتيل.
وده كده كمان اقرب لقطاع الصعيد كله. اقرب لقطاع الصعيد كله. انا غالبيه الركاب اللي موجودين بينزلوا في الجيزه. حضرتك لما تشوف القطر جاي من الصعيد في محطه الجيزه ثلاث ارباع الركاب بينزلوا في الجيزه. اللي بينزل رمسيس عدد محدود. عدد قليل. فهي بشتيل بين رمسيس وبين الجيزه. وهي هتخدم الشمال والجنوب. بشتيل ليس للصعيد فقط، ولكن في قطر جاي من الصعيد مستمر رايح لبورسعيد، رايح لاسكندريه، هيقف محطه بشتيل ويكمل رحلته. المحطه محطه ذكيه، فيها الجراج المميكن، فيها الكاميرات، فيها مكاتب الحجز التي في ام اللي موجوده، اجهزه زي المكن بتاع الفيزا، فيها شبابيك تذاكر، فيها كل الخدمات اللي احنا ممكن نتخيلها. طبعا لسه كنت حضرتك بتقولي عن انه محطه اسكندريه بقت يعني بعد ما اتجددت تحفه معماريه تحفة. كبيره. محطه بشتيل مره روحتها ما كانتش يعني الكلام ده كان من حوالي 4-5 سنين. لا محطه اسكندريه حلو. محطه اسكندريه رجعت لزي ما كانت ساعه ما انشئت. اتصرف عليها حوالي 400 مليون جنيه. اللي اشرف على التطوير بتاعها كانت هيئه الاثار. لو حضرتك ركزتي في محطه اسكندريه تلاقي كل جزء فيها، احنا اتفرج عليها، كل جزء فيها بيحكي جزء من تاريخ مصر. يعني حضرتك لو بصيتي فوق عند العلم اللي تحت ده التاج السلطاني. قدام حضرتك ده العلم الازرق ده التاج السلطاني، رجعوه لنفس الوانه ونفس اللي كان موجود في محطه اسكندريه، رجعت لرونقها القديم. لو حضرتك نزلتي تحت الاعمده دي بتاعه الحضاره الرومانيه. محطة اسكندرية بتحاكي تاريخ مصر زي ما كنا بنشوفها زمان في الأفلام القديمة. رجعت لنا تاني مرة تانية. لو حضرتك بقى شفتي شكل محطة بشتيل، هي جزء من الجنوب عبارة عن أعمدة. حضرتك ما تخش جوه، موجودة داخل معبد أو داخل متحف. البهو بتاع المحطة موجود فيه 4 مسلات، موجود فيها هرم زجاجي بحيث إن الإضاءة اللي موجودة من بره تبقى هي اللي جوه المحطة. البيئة الخاصة بالجنوب طاغت على محطة بشتيل. جميل جدا. المحطات بقى التانية على مستوى الجمهورية يبقى فيها تجديدات تبقى رائعة زي ما احنا شايفين كده فيها في كلها هتبقى رائعة. احنا دلوقتي طبعا طبقا للتوجيهات السياسية شغالين في محط في 50 محطة من محطات حياة كريمة اللي هي الأولوية الأولى النهاردة للشعب المصري. للقرى الموجودة في مصر شغالين في 50 محطة، وفي 144 محطة تاني في المرحلة التانية في مبادرة حياة كريمة. طبعا المحطات الكبيرة كلها في شغل فيها، محطات انتهت ومحطات لازالت شغالين فيها. المنصورة موجودة، طنطا تكاد تكون انتهت. المحطات فيها حجم عمل كبير برغم ان احنا عندنا 807 محطة، الا ان الهيئة والدولة لا تدخر اي جهد او اي مال للصرف على المحطات لراحة المواطنين. طب بمناسبة الفلوس إذا أسأل حاجة كمان على الفلوس قبل ما أروح لملف تاني، في بعض الفئات ممكن تبقى بتاخد تذاكر مخفضة، يعني مثلا الطلبة، كبار السن، هيبقى في الكلام ده؟ هي فعلا الامتيازات دي موجودة. احنا الطلبة عندنا بياخد اشتراك مدعوم بيدفع 3% من قيمة الاشتراك. 3% من قيمة الاشتراك. 3% من قيمة الاشتراك ده بيبقى سنوي ونص سنوي. الاشتراك بيبدأ بالعام الدراسي وينتهي بالعام الدراسي. من مكان بيته لمكان دراسته. المسنين فوق 70 سنة بيركب ببلاش خالص. من 60 ببلاش بدون فلوس. من 70 سنة؟ من 70 سنة اللي فيما فوق ده بيركب مجانا. بيروح حتى في التلجو؟ لا، لغاية القطارات المكيفة. التلجو لا. التلجو ما فيش عليه أي امتيازات. التلجو كل اللي يركب عليه. اللي هيركب تلجو طلبة بقى كبار سن، أي حد بقى مش كبار سن. الصحفيين هتدفع 200 جنيه كاملين. الصحفيين اللي كانوا موجودين يوم الافتتاح كان الكلام واضح، اللي هيكمل في القطر هيدفع الأجرة. فموضوع التلجو اللي هيكمل في القطر بعد الافتتاح. بعد الافتتاح هتدفع. والقطر هيمشي هيدفع الأجرة. التلجو ما فيش فيه امتيازات. ما فيهوش فيه فصال. لا 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 لا، إنما الباقي كل قطر فيه امتيازات. من اي قطر غير التالجو في امتيازات من 70 سنة ببلاش. ببلاش الفي اي بي بقى من 60 سنة ل 70 سنة بيقطع نص الاجر. يعني اللي عنده 70 سنة ودخل يحجز اونلاين او رايح المحطة بيركب مجانا على القطر الفي اي بي. اي قطر بيركبه مجانا في كراسي الفي اي بي مجانا. اي قطر بيركبه اللي فوق 70 سنة بيركب مجانا. اصحاب القدرات الخاصة. اصحاب القدرات الخاصة لغاية القطرات المكيفة بيركب مجانا، ولو بيركب بيدفع نص اجره على المكيف. ولو معاه حد او حالته تسمح ان يكون معاه مرافق بيقطع نص اجره زيه. القطارات العاديه بيركب مجانا.
تمام. المكيف بيقطع نص اجره. واللي فوق 60 سنه اللي فوق 60 سنه 70 سنه بيدفع نص بيقطع نص اجره. نص اجره نص اجره. في اي حاجه فيها اي خصومات تاني؟ لا في طوائف كتيره بس يعني مثلا الافراد القوات المسلحه وافراد الشرطه بيقطع 50% والهيئه بتاعته بتحاسب على الباقي على الـ على الـ على الباقي. طيب مرضى الاورام اعتقد برضه مرضى الاورام مجانا كلهم ليهم بيطلع له كارنيه خصومات. بيطلع له كارنيه بيركب مجانا بيركب مش مجانا لا لا بيركب مجانا بس التلجو برضه لا لا التلجو لا التلجو ما فيش التلجو ده نحطه في حته التلجو اصل التلجو في قطر بعديه وفي قطر قبليه يعني في قطر قبل التلجو في قطر بعد التلجو فعشان كده ما فيش اي امتيازات على التلجو. طيب خليني اروح لملف مهم جدا وهو قطورات نقل البضائع لان القطورات اساسيه جدا في عمليه نقل البضائع. هل عدد عربيات قطورات نقل البضائع كفايه؟ هو نقل البضائع في السكه الحديد ليه قصه طويله. كل العالم قطاع البضائع هو اللي بيصرف على السكه الحديد، هو القطاع اللي بيكسب قطاع البضائع، الا ان في هيئه السكه الحديد اللي حصل ان قطاع البضائع كان بيخسر. القطاع كان بيجيب 300 مليون جنيه، لما جينا ندرس المصروفات بتاعته فوجئنا ان هو بيصرف مليار و200 مليون جنيه، يعني في حجم خسائر رهيب. فتوجيه الدوله ان احنا ندخل شراكه مع القطاع الخاص، وده يمكن في غالبيه المرافق عشان ننشط القطاع. عملنا ابداء اهتمام على مواقع التواصل والوسائل الاعلام ان الهيئه بصدد ان هي تطرح قطاع البضائع لحق امتياز لحد يديره. اتقدمت مجموعه شركات، اتفتحت المناقصه، الشركات دي اترفضت، اتلغت تاني، اتطرحت مره تانيه، واخيرا الاسبوع الماضي مجلس الوزراء وافق على منح امتياز لاحد الشركات الوطنيه لاداره قطاع البضائع، وليس قطاع البضائع كاملا ولكن جزء منه. قطاع البضائع احنا عندنا حوالي 8000 عربيه، الراجل اللي هيجي يدير ده هياخد منهم 2700 عربيه، هياخد مجموعه حوالي 62 جرار، في المقابل ان هو هيدفع مرتبات العاملين اللي هيشتغلوا، هيدفع ايجار العربيات والاهلاك ويديني جزء من الارباح. العقد ده اللي انا هاخده منه هيغطي الخسائر اللي انا كنت بخسرها ويديني جزء من الارباح بحد ادنى 35 مليون جنيه في السنه و10% من قيمه الارباح اللي هو هيتاخدها. الى جانب الخطوه دي السكه الحديد تعاقدت على توريد 1000 عربيه بضائع من شركه سيماف. كانت ورد 140 عربيه حاويات و75 عربيه للغلال. قطاع البضائع هو الامل ان هو يعوض الخساره اللي بتحصل في قطارات الركاب. لان في العالم كله قطارات الركاب ما بتكسبش. اللي بيكسب قطاع البضائع الى جانب بعض القطارات الفاخره. عشان كده احنا بنقول ايه؟ طالما ما فيش امتيازات. الى جانب قطاع البضائع يبدا يصرف، يبدا يجيب عوائد، نقدر نعوض العجز اللي بيحصل في قطارات الركاب. ودي اول حاجه خاصه ان مشغل او مستثمر او حق امتياز يتمنح لاحد الشركات الخاصه. طب سؤال اخير بس قبل ما اختم الحلقه، التالجو هيبقى اقدر اروح بيه اي حته في مصر ولا لسه في حتت معينه؟ لا لا، هو ان شاء الله القطر التاني هيبدا التجارب وهيشتغل بعد كده 3 ايام من القاهره لحد اسوان، يبقى احنا كده غطينا القاهره لغايه اسوان. طب واللي فوق القاهره الساحل السواحل الشماليه اسكندريه ما هو بيروح اسكندريه دلوقتي بيروح دلوقتي اسكندريه بيوصول بيوصول بقيه القطارات، هم 6 قطارات بيوصول للست قطارات. نقدر نقول ان احنا القطر ممكن يمشي على اي حته في الشمال، يعني من فوق خالص لغايه اسوان، خالص من اسكندريه لغايه اسوان تمام كده. وخلاص موضوع اسكندريه خلاص النهارده وامبارح كان تجريبي بس خلاص شغال. لا لا هو مش معنى تجريبي ان هو مش ما فيهوش ركاب، لا ده شغال وفي ركاب. حضرتك والنهارده بقول لحضرتك ان الدرجه الاولى كلها كانت كامله ما فيش فيها كرسي فاضي. يعني خلاص مش تجريبي. لا 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 هو شغال من القاهره لاسكندريه، علشان انا واضح ان انا كنت فاهمه غلط ان هو بس تجريبي. لا 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 حضرتك ممكن تخش دلوقتي تحجزي على النت للرحله بتاعت بكره الساعه 2 من القاهره.
او الساعه 6 و5 من سيدي جابر الصبح. تمام. الرحلات متاحه على النت موجوده. القاهره اسكندريه التلجو شغال. شغال بعد شويه هيبقى من اسكندريه عندك أصوح. لغايه اسوان. لحد اسوان. جميل جدا. إن شاء. اشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد عامر رئيس هيئه السكك الحديديه في مصر، نورتنا واحنا فخورين طبعا بالانجازات الكبيره اللي تمت في سكك الحديد في مصر، وان شاء الله دايما في تقدم. ان شاء الله. وانا هركب بعد التلجو اجربه وادفع ال 200 جنيه ان شاء الله. طيب عشان نعرف الهدف من عمليات التطوير اللي بتتنفس حاليا في السكة الحديد لازم نرجع شوية للماضي ونروح لإنجلترا سنة 1825 في لحظة افتتاح أول خط سكة حديد لنقل الركاب في العالم، لأننا في مصر وبعد هذا التاريخ بأقل من 30 سنة كان عندنا أول خط سكة حديد في أفريقيا والشرق الأوسط كله. ده الماضي العريق للسكك الحديدية المصرية. أما في الحاضر فهدفنا أننا نعوض الفجوة الزمنية الكبيرة اللي عطلت رحلة التطوير لعشرات السنين، وعشان الرحلة تكمل كان لازم نسابق الزمن ونرجع سكك حديد مصر لمسارها الطبيعي اللي بيتناسب مع مكانتها التاريخية. أشكركم شكرا جزيلا وبكرة مصر جديدة إن شاء الله.